الحمد لله على السلامة يا محسن بيه. الله يسلمك. ها يا حمد. ايه؟ امتى ده حصل؟ وفي ركاب كتير ماتت؟ يا نهار اسود. كده بيتنا اتخرب. بيتنا اتخرب. اشتريت البلوفر الابيض؟ ده تحفه حقيقي. مش التليفون مشغول كل ده ليه يا هانم؟ وبعدين موبايلك فين؟ هكلمك بعدين، هكلمك بعدين. متصربه على ايه؟ مالك في ايه؟ كارثه، مصيبه، الباخره بتاعتنا غرقت وعليها جثه كبير من السياح. ايه اللي بتقوله ده؟ الباخره بتاعتنا غرقت؟ ومات منهم كتير، واكيد هيجيبوا رجلي في الموضوع. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا محسن؟ احنا لازم نسافر حالا قبل ما يصدروا قرار بمنع سفري. يلا بسرعه، الحاج جهزي شنطتك انت والاولاد. لا يا محسن لا، ما ينفعش، ما ينفعش نسافر معاك. الولد عنده جامعه والبنت عندها دراسه. بص سافر انت، سافر واحنا هنحصلك في الاجازه. طب يلا بسرعه عشان الحق اول طياره على لندن. لندن ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا ماما؟ ما تسيبني في حالي يا ابني. ايه يا ماما مالك في ايه؟ في ايه مالكم؟ ما يا جماعه حد يفهمني في ايه؟ فريدة أنا عايزكم تخلي بالكم على نفسكم. أنا مش هغيب كتير في لندن إن شاء الله. وإن شاء الله الأمور هتتصلح. وهتبقى أحسن من الأول كمان. هتتصلح، بس أنت سايبني من غير سيولة، من غير سيولة يا محسن. فيزا كارت أي حاجة. مع إنك مش هتلحقي اتفضلي. كمان؟ يا بابا ممكن تفهمني في إيه؟ يا حبيبي مفيش أي حاجة، الظروف صعبة ومفيش وقت. كل اللي عايزه منك تخلي بالك من ماما وشيروت. هخلي بالي عليهم يعني من غير فلوس؟ انت مش سايبني ولا مليم، شوفي معاك اي حاجه. يا لؤي قلت لك الظروف صعبه دلوقتي، وعلى العموم اول ما هسافر لندن واظبط الامور هناك هبعت لك فلوس. اوكي لسه هستنى لما تبعت لي من لندن يا بابا. لؤي عايز اسافر واحس ان انا سايب راجل في البيت واخد باله من البيت. يا حبيبي سايب راجل وكل حاجه، بس انا طب اصرف على البيت انا ازاي؟ طيب احتجت حاجه اعمل ايه انا؟ ماما هتبقى تفهمك. مع السلامه يا محسن بيه. يا بابا هو في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اتفضل اتفضل يا حبيبي. ميرسي جدا يا انكل، والله مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش اي حاجه، انت برضه زي ابني اللي انا كنت بترجاه من الدنيا. وبعدين يا سيدي انا ما كنتش المحامي بتاع والدك وبس، لا ده احنا اهل. بس يا اوكي اسيبكم بقى توضبوا حاجتكم وان شاء الله اجي لكم بكره الصبح عشان اطمن عليكم. ميرسي قوي يا فؤاد، ميرسي. على ايه؟ انا ما عملتش غير الواجب. شكرا. بعد اذنكم. مع السلامه. بجد انا مش قادره كده كتير. اهدي يا شربت علشان خاطري. اهدى ازاي بس يا مامي؟ وبعدين قوليلي هنعيش هنا ازاي؟ ازاي هنعيش هنا وهتكوني قويه؟ مش كفايه عليا اللي انا فيه؟ انا مش هستحمل اشوفكم بتتدمروا قدامي. تعالى يا لؤي انا عايزاك. تعالى يا ماما. بص يا لؤي، انت دلوقتي يا ابني راجل البيت. عارف ايه يعني راجل البيت؟ يعني لازم تشيل المسؤولية معايا. تاكل يا ماما. اوكي يا ماما. الو. ايوه يا معلم. ايوه يا شعلان. ايوه يا حبيبي. لا عدى عليا بقى انت النهارده، ما انت فاهم. طيب ماشي، النهارده بالليل. ماما انا هنزل اجيب لكم حاجات. طيب ماشي يا شعلان، يلا سلام. بقول لك يا فتحي شكل كده زين زين، ما بينش اللي كنت بلعب كوره زي الفل. تلاقي فريق كفر العزايم مروحين في القطر مهمومين. طبعا ده احنا مثلنا بيهم فيلم الارض. تعرف يا ده احنا كسبنا ليه؟ ليه يا عمتو؟
عشان كنا يد واحدة قلبا على قلب بعض. مش المهم مين فينا اللي يجيب الجون، المهم اننا نكسب. شوف يا اخي، شوف انا وانت اصحاب من قد ايه؟ ده احنا اصحاب من اولى ابتدائي يا راجل، لكن ابوك ابوي اعوذ بالله، يتمنوا الموت لبعضيهم. كله من الانتخابات اللي داخلين فيها قدام بعض. وفيها ايه؟ ما واحد يتنزل للتاني وخلاص. اذا كان كده يبقى ابوك يتنزل لابوي. واه، وابوك ما يتنزلش ليه؟ لا، ابوك احسن من ابويا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا همشي عشان لو جيهم ما لقانيش هيطلعين عيشه اللي خلفوني. ماشي يا صاحبي. سلام. سلام يا صاحبي. خالد، وما جاب زيد العارف وحشتك يا ابوي. تعال هنا. ازيك يا ابوي؟ بقيت تسيب ابوك في المؤتمر اللي عامله عشان الناس ينتخبوه وتروح تلعب كورة مع العيال اللي زيك أول ما تعود من السفر؟ مين أنا؟ إيه أنت؟ اوعى تنكر، يعني بعرف دبة النملة في البلد دي. طبعاً، ما أنت كبيرها يا أبوي. اسمع يا خالد، دي آخر مرة تسيبنا وتروح تقعد مع أصحابك. أمرك يا أبوي. ومن الليلة دي أنت معايا في كل مكان لحد آخر يوم في الانتخابات. عايز أحس إنك في كتفي، إنك دراع اليمين. إيه أمال؟ عايز احس ان انا خلفت راجل مش عيل صغير. امرك يا ابوي. وفتحي والد منير القاضي، لا تشوفه ولا تحدثه تاني، مفهوم؟ مجاهد الحداد في البرلمان يا رجاله. مبروك يا ابوي. وابارك فيك. مبروك تحطب معايا. ايه؟ احطب؟ لا يا خالد، انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدتني انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا، وعد سياده النائب دين عليك. يا راجل قوم، ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. ماشي ماشي. يلا يلا خالد. ورينا يا سياده النائب، ورينا. هيرشح نفسه في الانتخابات بعد يومين. طبعا انتوا عارفين ان هو اللي قتل اخويا بالجهاد. طب وايه العمل يا حاج؟ عضويه البرلمان مش لازم تطلع من الحدايد ابدا، ها؟ لازم نرشح واحد مننا. مفيش كبير غيرك، انت كبير الحدايد بعد المرحوم.
لازم نحرق قلبه منير على ولده. وانت اللي بيدك هتاخد طارك يا ولدي. اه بس يا عم احنا ما نعرفش مين اللي قتل ابوه. وهو في غيره؟ اكيد منير الجاب هو اللي وزع على قتل ابوه. يعني منير غبي للدرجه دي؟ يقتل ابوي بعد فوزي بالعضويه بساعات؟ قصدك ايه؟ معناته ايه الكلام ده؟ يعني مش هاخد دكتور وقت الفتح القاضي من غير دليل. انت اتجننت؟ يبقى مش عايز تقتل بايديك. يعني ما عاوزش اقتل حد. مش عشان فتح صاحبي له. عشان مش متاكد ان ابوي اللي قتل ابوي. الكلام الفارغ ده ملوش عازم. انت هتقتله بايديك والا هتلبسنا الطرح وتعيشنا في العار طول العمر. هتقتله بايديك يعني هتقتله بايديك وبكره وهو بيفتح له المحل الجديد. والا تبقى انت لا ابن اخوي ولا اعرفك. بينا يا رجاله بينا. الكلام الماسخ اللي سمعته ده يما انا بطل الكلام العفش ده. تمشي مع عمك ورجاله من سكات يا اما تاخد بطار ابوك يا اما ورحمه ابوك الغالي. لا هتبقى ولدي ولا اعرفك يوم الدين يا خالد. أقوله. ايوه ابوي. اسمع حديثي ده زين يا ولدي. انا فتحت لك المحل ده علشان تبعد عن الولد الزفت ده اللي اسمه خالد. ومن هنا ورايح لا تعرفه ولا تكلمه وتبعد عنه نهائي وتنشغل في دراستك وشغلك وتنشغل عنه وعن عيلته. دول يا ولدي فاكرين ان انا اللي وزيت على قتله. امال مين اللي قتله ابوي؟ واه ولا شعرفني عاد. وامحي بنار الكريمه
مقدرش يا عم. ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ مقدرش تاخد بطل ابوك؟ انا معرفش مين اللي قتل ابوه. محدش له مصلحة في قتل ابوك غير منير القاضي. ده مش دليل. ما تكوحش بالكلام ونفذ اللي بقولك. مقدرش! مقدرش يعني ايه؟ هتحط راسنا في الطين وتشعرنا العار طول العمر. اخفى من قدامي هقتلك! 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 اطفو عليك ولد! اطفو عليك عيل! اطلع بغوري! اطفو عليك! اطلع! عارف انك مش هتقدر، بس قلت يمكن يتنحرر اللي متابوه على يده. ما قدرش اقتل يما، لا فتح ولا غيره. افهميني يما، بعد يدك عني ما تلمسنيش. لا انت ولدي ولا اعرفك، متبريه منك يوم الدين، وكمان ما تقعدش في بيتي. ليه؟ ده بيتي وبيت ابوه، مالكش حق فيه. طب اديني حق في ورث ابوه. انت مش ولد مجاهد الحداد، ومالكش حق عندي. انت من 5 دقايق تلم حاجتك واطلع مشفقش قدامي. والله ما قدرش افكر يا دينا، قلبي بيتقطع كل ما افتكر ابويا وبيتقتل قدام عيني، وما عارفش مين اللي قتله. ومن الناحيه الثانيه عمي حس انه يغدر بيه في اي لحظه. شيخ انا حس انه احنا قاعدين ممكن نبص نلاقيه طبب علينا في الجامعه. لا يا عمي مش للدرجات، لا يمكن يدخل لك جوه الجامعه. يعني هو لو بيدور عليك فعلا هتلاقيه واقف بره الجامعه مستنيك. ربنا يطمنك. مش قصدي يعني، وبعدين ما تقلقش، في حرس يا خال. وبعدين الامتحانات قربت وكلنا هنقعد في البيت. صح، وانا الحمد لله غيرت عنوان سكن. انا عايزاك تنفض لاي حاجه في حياتك يا خال، عايزاك تركز في الامتحانات دلوقتي وبس، عايزاك تبسط الامور يا اخي، بسطها. هاي يا جماعه، ازيك يا دندو؟ ازيك يا خلود؟ ازيك يا سو؟ يا رانيا. يا حبيبتي بقول لكم ايه، في بقى واحد صاحبكم بقالكم كتير قوي ما شفتوهوش، هو جاي لكم دلوقتي. مين؟ عمي. عمك ده ايه يا ابني؟ لا طبعا دي مفاجاه مش هقولها. المهم باركتوا رانيا. باركنا لها على ايه؟ مفيش يا جماعه، انا قلت ان جالي عريس بس ما وافقتش عليه. يا ريتني كنت بعرف ازغرط. وعرفتيه منين ده يا بت؟ ابن عمي وجارنا في البلد. وعلى كده تسيب الجامعه وتروح تعيش في فلاحين؟ هي يا جماعه هو كل فكرتكم ان الفلاحين بقره وجاموسه وارض، هو بيحضر دكتوراه بره، وكمان هو موافق ان اكمل في الجامعه. بقى بيضلك في القفص. بس انا ما بحبوش. امال بتحبي مين يا بت؟ ماجد. فين ماجد؟ فين؟ معرفش. انتوا زي ما انتوا، نفس القعده وعند نفس الكافيتيريا. علينا نعمل جمعه منوره. ربنا يخليك يا ولد. عامل ايه يا ابو خالد؟ انا قلت نسيتنا يا عم. ودي تيجي يا راجل، ده احنا عشره، حد ينسى سنين الجامعه الجميله دي؟ ايهاب ابن القصور رجع يا رجاله، يا ريتني كنت بعرف ازغرط. ازيك يا دين؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا بابا؟ الحمد لله تمام. ازيك يا رانيا؟ عامل ايه يا ايهاب؟ الحمد لله تمام. انا برضو ما عرفش ازاي سوها عرفت انك جاي. ما هو ده بقى الخبر اللي ايهاب صمم بنفسه ان هو يقوله لكم. انا يا جماعه قررت بعد طول انتظار اللي انا ان شاء الله
هخطب سوها قريب. المغفلين زاد واحد. الله يكرمك. مبروك. مبروك يا بوب. الف مبروك يا سوها. ميرسي يا حبيبتي. عقبالك بقى يا رانيا. يسمع عن بقك ربنا بس ما يكونش ابن عمي. وما فيش عقبالك يا دينا سواد من جوه كده على طول. لا طبعا يا حبيبتي عقبالكم كلكم طبعا. اه يا دوب بقى كده خلاص ميعاد المسرحيه قرب، وعلى فكره انا حجزت لكم كلكم، لازم طبعا كلكم تبقوا معايا ان شاء الله. يلا بينا يا جماعه بقى نتفرج على المسرحيه عشان نشجع سهى عشان تزعل ولا حاجه. يلا نشوف هتمثل ازاي. يلا قدامي يا خالد. عايزك تمثلي. ايوه تمثلي. ايوه خير. سلام. ياسمين هنا؟ ايوه. طيب عندنا ميعاد. بلغ عني. قولي لها ناجي ومعاك كابتن ماجد. حاضر. شكرا. ايه يا ابني مالك؟ مالك؟ تعالى تعالى. غريب قوي. ابو علي ايه يا عم؟ يلا بينا يا عم. انت يا عم ده فن تجريدي. يا عم تجريدي ايه؟ مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. زعلك ازيك يا سمسم؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الامر ده؟ نفسي. ده ماجد بقى صاحب الكلمات الجميله اللي انت سمعتها لي في التليفون؟ لا ده شبيهه. لا بجد برافو عليك هايل. ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. انا مش بجامل، انت بجد موهوب، ولو كمان طورت موهبتك ديت هتبقى شاعر غنائي عظيم. ربنا يخلي حضرتك. ده بس من ذوقك. دي شهاده يعني اعتز بيها، بالذات انها جايه من فنانه رقيقه زي حضرتك كده. بلاش حضرتك دي بقى، انا ياسمينه وانت ماجد، كده التعامل ما بيننا هيبقى اسهل. حاضر حضرتك. حاضر يا ياسمين. رشا تحبوا تشربوا ايه؟ ولا حاجه. شاي ولا حاجه؟ ولا حاجه. رشا اعملي اتنين شاي. يلا نسمع بقى. يلا بينا. كلام مش عارف كلام لا والله هلحق احفظ ما هو هيك لا لا خلاص قولك انا. كان عامل ازاي؟ لا مش فاكر. استنى كده. زي الايه؟ زي الصلاة يا اخي. مش عارف تقرا كلامك. لقيت نفسي عايش زي الصلاة، فات لي الأنين طول المدى. بس لعدي انا بقى ووقفت. حلو اللحن عاجبني، كلمات عجباني، بس حاسه ان في حاجه ناقصه. مش عارف، يمكن ماجد يقدر يساعدني في الموضوع ده بشويه كلمات كده. والله يا حضرتك انا كنت يعني يا ياسمين انا كنت كاتب الاغنيه كده، بس لو انت عايزه تضيفي لها حاجه او يعني عايزه تضيفي حاجه في الاغنيه انا تحت امرك، مفيش مشاكل. ما هو انت كده مش هتنفع شاعر. لما المطرب يقول لك غير ما تغيرش المفروض تبقى ايوه. ياسمين انا مش فاهم بالظبط انت عايزه ايه. انا عايزه جمهور، عايزه هيئه جديده، عايزه رتم غنائي جديد، عايزه انت عارف الجمهور والايدج اللي احنا عايزين نوصل له. طب خلاص سيبيه الاغنيه دي بقى انا وماجد نقعد نشتغل عليها واجيبها لك المره الجايه جاهزه. لا 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 استنى بس، انا في حاجات كده عايز اظبطها خصوصا في الكلمات عشان انت تعرف تظبط اللحن. وبعدين في حاجات في دماغي. ماجد ينفع تقعد شويه يعني نص ساعه كده نظبط مع بعض؟ ينفع ينفع. ما هوش اي حاجه، انا بس عشان عندي استوديو مضطر اطير. لا يا حبيبي اتفضل. يلا باي باي. اوكي باي باي. ايه هتعرف تروح؟ انا سيبني اروح. مش هنعمل خايف من الصور دي. طيب معاك؟ معايا 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 الحمد لله. انت تمام؟ الحمد لله. هيلك يلا باي باي باي. نايم يا مجد. ايوه حاضر. لا مش هينفع كده، فك نفسك كده وريح عشان احنا لسه نقعد ندردش، عايزين نخلص الاغنيه النهارده. ايوه يعني ريح ريح. ايوه حاضر. ثانيه واحده.
الو بونسوار دلوقتي اوكي اني تايم اوكي باي سوري يا ماجد مش هينفع النهارده ينفع ناجل معاد ليوم تاني وانا كده كده هاخد نمرتك برضو من ناجي يعني هراجع معاك ايوه تحت امرك طبعا يعني تحت امرك ايوه لا بس بجد مبسوطه بيك ربنا يخليكي اتفضل شكرا جدا باي باي سلام اخيرا الحمد لله يا ربي ده بس طابور جامعه ده ولا طابور جمعيه فينك يا طلعت فينك وكمان بتكنسل عليا وكمان بتكنسل يران يران انت وف... فين يا ابني من الصبح بينادى عليا انا اللي بنادي عليك من الصبح بقالي ساعه بكلمك وعمال تكنسل عليا يا طلعت ايه اللي بيحصل لي ده انا عمري ما شفت كده في حياتي احنا مش متفقين يا ابني ان انت تقف معايا في المشوار ده يا لولو في ايه بتديني وش كده على الصبح وبعدين يا عم انا بكلسن عليك علشان خايف على كارتك غلطان انا لا يا راجل وبعدين مالك غير ليه على الصبح كده ده الطابور زي الفل ده مفيش تاريخ ابن يومين على الشباك كل ده مفيش تاريخ ابن يومين مفيش تاريخ ابن يومين يا ابني ده ساعات الطابور ده من كتر ما هو كبير بنطلع نقف على سور الجامعه ما تهزرش يا طلعت والله العظيم ما بهزر طبعا وانت عارف حاجه انت ابن ناس يابا ومتربي ولا عمرك ركبت اتوبيس ولا عمر حد قالك هات لي خمس ترغيفه معايا والنبي يا عم فكني من الحوار ده بقول لك ايه عشان خاطري عشان خاطري فكني من الطابور ده عشان خاطري عشان خاطري طلع مالك يا لولو في ايه انت حاسس ان الطابور رافع على رقبتك انا فعلا اتخنقت انا جبت اخري عشان خاطري ابوس راسك ابوس راسك فكني عشان خاطري بليز بليز طلع طوف بليز لا طالما الموضوع دخل في بليز الموضوع كبير قوي بص يا لولو تعال ورايا هتعمل ايه اسمع بس هقول لك على حاجه هنقول ان ابوك مات بس اظبط لي انت دمعتين على كام شنه كده نحيب نحيب تعال تعال بس تعال السلام عليكم عليكم السلام يا باشا عامل ايه اخبارك ايه السلام عليكم يا جماعه عامل ايه اخبارك ايه الاخبار السنه دي تمام نتقابل دايما انت عارف ما عادش بس شغل معايا صاحبي كان معايا صاحبي سحب ورقه من الجامعه وجاي يقدم هنا في الجامعه طب ما انا جاي اقدم يا كمان جيت اطول بالك عليا بس انا سايب له بقى امسك نفسك يا جدع عيب كده لا الراجل واحنا واقفين مستنيين الطابور عادي زينا زي اي حد جاله تليفون وانت توقف بس سايب له بقى بابا بس خلاص يا بابا مات بابا سايب له بقى بس خلاص خلاص وانت توقف بعدين احنا عايزين نخلص عايزين نوقف قدامك بس احنا هنمضي بس كده عشان نلحق العزا على طول عشان دفنا الساعه 3 ونص بالليل لا لا البقاء لله تعالى ميرسي جدا شكرا تعالوا تعالوا مش عارف اقول لك ايه ده بقى ابن بقى ابن بقى انت راجل ده الحمد لله ده لا اله الا الله لا اله الا الله ميرسي جدا مش هتصحى يلا بقى ما جالكش حاجه وحشه كده ما جالكش حاجه وحشه ايه ده؟ بيتك ما اعرفش كنت عامل ايه من خيرك يا اخي ده انت طلعت وقت كده وعاد الله لو ما كنت عملت الحوار ده كان زمانك واقف بقالك ثلاث ايام ما عندك حق طلع اوضتي بس برافو عليك بقول لك ايه معاك النهارده اسم الصنف ايه؟ اسم الصنف بح بح وده كيف ايه ده؟ يا ابني انا ما معيش حاجه ماكش حاجه لا ما ينفعش اطلع تصرفي في اي حاجه انا خربان ايه له ايوه انت ما تعرفش يا ابني انا داخل الجامعه متهرب اصلا ما تهزرش يا طلعت بقول لك ايه انا الدنيا ملطشه معايا عشان خاطر اشوف اي سجارتين معاك انت هتمسك في الجامعه طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي كلاش ما تشغلش بالك انت بس انا دلوقتي هعرفك على شله الانس انس ايه ده ما اعرفك على شله الانس تعالى بس ما تشغلش بالك تعال تعال تعالى الاستاذ منصور موجود من حضرتك قولي له دينا بنت اخوه اتفضل
خير؟ جاي عاوزه ايه؟ زي حضرتك يا عمي الاول. انا كنت جايه لك يعني عشان محتاجه فلوس. فلوس؟ هو انت مديناني ولا ايه؟ ابوس ايدك يا عمي. امي في المستشفى بين الحياه والموت، امي بتموت، محتاجين 30,000 جنيه عشان تعمل عمليه في القلب. ارجوك ابوس ايدك ادهم لي. 30 ايه؟ ليه؟ وانا كنت خلفتك ونسيتك ولا ايه؟ لعلمك يا هانم، امك دي من ساعه ما دخلت العيله وهي سبب المصايب والبلاوي كلها. احنا مش جايين نتكلم في الماضي دلوقتي، ده موقف انساني، موقف انساني يا عمي. اعتبره حتى من ميراث ابويا اللي انا ما خدتوش. ابوك الله يرحمه ملوش عندنا حاجه. وروحي اسالي عمتك انصاف وهي تقول لك. كلمتها شتمتني وقفلت السكه في وشي كمان. انا بقى مش هشتمك، اتفضلي بقى من غير ما ترد. حرام عليك، انت مفيش في قلبك شفاه. بقول لك امي بتموت، امي بتموت. بقول لك ايه؟ امك دي احنا ما نعرفهاش. ده الحكايه كلها كانت حته خياطه بتجيلنا وبتتردد علينا عشان تسترزق، وكنا بنعطف عليها. ضحكت على اخونا واتجوزته. طب وميراث ابويا؟ تاني؟ ما قلت لك لا انت ولا امك ليكوا عندنا حاجه. بس انا مش هكون قاسي عليكي. خدي ال 500 جنيه دي، ده كل اللي انا هقدر اديهولك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس ورحمة أبويا مش هسيب حق. شلة الأنس، مش كلهم بس بعضيش بينهم. شلة الأنس اجمع يابا هنا. حليب قلبي اجمع يابا. يا حظابط. حظابط يعني أنا الزعيم زي ما قلت لك. ماشي يا عم الزعيم. حبيبي يا لولو. لؤي صاحبي من إيه وسي. بص بقى، صياعة ماشي معاك. دماغ ومخدرات جاي معاك وماشي. الله يخرب بيتك. شياكة حزازة ساعة حركات يمشي معاك وياكل. بقول لك على حاجة كمان، مذاكرة ونجاح يجي. قدر ما حصلش. حبيب قلبي نورت الشلة يا غالي. أهلا وسهلا. قشطة يا خالي. إيه؟ إيه يا كابتن؟ إيه يا عمو؟ تعرفتوا على بعض ولا أصور لكم البطاقة وتاخدوها معاكم وأنتم رايحين؟ إيه يا عم شغل الإقسام اللي أنت عايش فيه ده؟ شغل الإقسام؟ يعني طبعًا تيجي منك أنت. ده يابا أخوك عماد. الصحافة الصفرة والزرقاء كلام رترات فعل زيرو. أقول لك على حاجة عشان أريحني وأريحك، هو مش صاحبنا قوي. ما تسمعش الكلام ده منه. فرصة سعيدة ولا إيه؟ فرصة سعيدة. أهلا وسهلا. نايس تو ميت يو. اقرا بقى اللي جاي. مجهود ماجد يعني الشعراء، يعني الرومانسية، يعني اللف، الحب والموب والأسد والدب. لو حبها رومانسية يغرق لك الدنيا، لو حبها حزن يبكي القلوب. كوكتيل اغاني بس معبي شعبي. حبيبي قلبي. حبيبي مجهود. حبيبي. صباح الفل. ايه ده؟ ايه الرقم ده؟ مين؟ اسطر. الو ياسمينة. انا مش مصدق نفسي. عايزاني حاضر امتى؟ حالا حالا لو عايزة. طيب انا جاي، انا جاي حالا. سلام. ده صاحبكم مشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا لهوي. صحيح يا جدعان، ده بيقول لك قعدة الرجالة فعلا ب 100 ست. لا بيني وبينك بس لو جت الست يهبق مننا الراجل.
طب حاسب بقى عشان جت السر. هاي هاي هاي، اخباركم ايه؟ كله تمام. على فكره بيقولوا في نقطه حلوه قوي نازله. يا ماجي ايه طلعت في ايه؟ لوغاريتمات في يا ماجي؟ حق عليا. خلاص ما تحلت. ازاي بقى؟ معانا لولو جامعه امريكيه الاي يو سي، وعهد الله لو في فيلم اجنبي ترجمه احنا واقفين. هاي لؤي ازيك؟ هاي طبعا، يعني زي ما انت واخد بالك يعني هتريحني كتير قوي. من ايه؟ يعني زي ما انت شايف كده على طول بيغلسوا عليا. بس انت ايه اللي جابك من الاي يو سي على هنا؟ ظروف زي ما تقولي كده، جال عاد احتراف. طيب اوكي، سي يو ليتر. شكوليتر. انت قلت لي اسمك ايه؟ ماجي. هاي ماجي، باي باي. تلعب قوي. تعالى نقعد. تعالى يا ام. ماما عامله ايه دلوقتي؟ اكيد اتحسنت مش كده؟ هي عارفه ان انا ماليش غيرها في الدنيا دي. ماما تعيشي انتي الباقي في حياتي. انتي بتقولي ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ ماما روحي عليكي تعالى. ما حاولش مع مين يا ماما؟ لا. طب بصي اهو شايفه الصوره ده؟ لا جول. يس يس يس. العامل معلم سنك حبيبتي. هو لسه الكلمه خلصت، لما نشوف هتعمل ايه. ماشي يلا. مش هتصدق دي فوق دي يا ولاد. مش هتصدقوا، اخيرا اخيرا خدت ورقه الطلاق من بابا. طلعتي؟ مبسوط قوي؟ ما اتبسطتش ليه؟ لأول مرة في حياتي حاسة إني حرة. معقولة يا مامي؟ طلعتي؟ طب ليه؟ ليه ده دادي كان بيحبك ليه؟ دادي كان بيحبني؟ دادي ما بيحبش غير نفسه بس، ده لو كان بيحبنا بصحيح ما كانش ده بقى حالنا. وأنت بقى اللي بتحبينا قوي ها؟ انت الام المثاليه اللي لمت ولادها حواليها وهبت لهم نفسها. انت اللي قررت انك ما تعيشيش مع حد غيرنا صح؟ فرحتي قوي بالطلاق يا ماما؟ فرحت عشان اتطلقتي ولا فرحانه بالجوازه الجديده؟ انا فاهمك كويس يا ماما، انا فاهمك كويس قوي. كلها كام يوم وهتيجي تقولي لنا لؤي حبيبي شلويت تاني انا هتجوز ام كفايات. انا بعمل كل ده علشانكم صدقني يا ابني، انا بعمل كل ده علشان مصلحتي. يا ماما انت بتكدبي يا ماما، انت مش ام ابدا. الام هي اللي تحافظ على مشاعر ولادها. وبعدين يا جدعان في القرف اللي احنا فيه ده، الهم بقى كتير يا جدعان، كلها تعبانه ومش لاقيه اللي يداويها، كل واحد عنده مشكلته اللي مكفياه. وبعدين يا جدعان وبعدين اخرتها ايه يعني؟ ابويا محبوس ومعيش فلوس كفالته، مش عارف اخرجه. طب ده ينفع ده؟ ابويا انا؟ ابويا اللي ما بياخدش اكراميه مش رشوه يعني، يتحبس في قضيه وقضيه رشوه ومعهوش فلوس يخرج كمان بكفاله؟ الله ينعل ابو الفلوس، الله ينعل ابو الفلوس اللي بتخلي بني ادم رخيص. عايز افهم ازاي الفلوس هي اللي بتتحكم فينا؟
اللي بتخلينا بني ادمين او مش بني ادمين؟ انا عايز افهم، ما حد يفهمني. مش لما نبقى نفهم احنا الاول؟ انا ابويا اتقتل ليه؟ لمصلحه مين ان ابويا يموت؟ كل ده عشان حته كرسي في مجلس الشعب؟ كل ده عشان الفلوس والسلطه والعزوه؟ ايوه طبعا، كل ده عشان الفلوس والسلطه والعزوه. امال انت فاكر يا ابني؟ امال الدول اللي بتحارب بعضيها دي بتحارب بعضيها ليه؟ مش عشان الفلوس والسلطه اللي تجيب الفلوس؟ امال انا اعمل ايه؟ انا رحت جبت حته الحشيش وقلت يا وادي امشيها بالحلال وقطع زي ما بتجيب زي ما بتطلع وامشي جنب الحيط. راحت حته الحشيش وشكلي هتعلق على باب الحرم المعلم. مش عارف اعمل ايه؟ هي الناس يا جدعان اللي بتحب الفلوس دي وبتجمعها عشقه الاصفار ولا حبه الفلوس جنب بعضها ولا مالها؟ ما يسيبولنا بقى. مش عارف اعمل ايه. ما احنا مش ينفع يا جماعه اللي احنا فيه ده. صح يا دود، احنا لازم نجيب فلوس. معاك حق، لازم نجيب فلوس بأي طريقه. الفلوس هي اللي هتحل لنا كل مشاكلنا. احنا عارفين طبعا ان الفلوس هي اللي هتحل كل مشاكلنا. ايه الجديد يعني؟ المهم هنجيبها ازاي؟ نجيب الفلوس ازاي؟ نسرق يعني؟ الله، نسرق يعني؟ هنشوف حد من البهوات الكبار اللي مكنزين فلوسهم في البيت ونروح على الفلوس دي نستعيرها ونصرف بدل هو مش عارف يصرفها. نسرق؟ نبقى حراميه؟ ايه؟ ايه يا عم انت هتحبس التعبيط يالا؟ بتحبسنا ولا ايه؟ ده احنا في بيتك. نبقى حراميه؟ حراميه ايه يا عم؟ قصدك نبقى بهوات؟ لا، عنده حق. معاه حق فعلا. اهو الحراميه في الايام دي هم البهوات. هم كل حاجه. انتوا بتتكلموا جد ولا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وليه لا؟ يعني ايه وليه لا؟ انا اليوم كان اوافق على العجله دي وما توافقش ليه يا جبل؟ هي خبطه واحده وكل حالنا هيتعدل. مالك؟ والله انا ما عنديش مانع. انا كل اللي خصني في الليله دي الكاشات كتاكيت. عايز اخرج ابويا من المحنه اللي هو فيها. بس لو حد شافنا هنروح في 60 داهيه. ما هو ده بقى الكلام. الغلطه في الموضوع ده بفوره. جرايه يا اخوانا، انتوا خلاص بتخططوا لسرقه؟ خلاص بقى انا حراميه؟ ايه الحشاشه الفيستك دي؟ انت ايه رايك يا ماجد؟ انا عن نفسي موافقه. تمام، بس انت في حد في دماغك؟ بتفكر في حد معين يعني؟ مش بالظبط يعني. يعني في اصحاب ابويا، في منافسينه في الشغل كده يعني. الله عليك يا برنس العالم، خد تستاهل. ولع السيجاره بقى وابدا الاشاره. الله يخرب بيوتكم، هتودونا في داهيه. يعني انا اهرب من القتل الاقي سرقه؟ استنى بس يا خالد اما نفهم. نفهم ايه؟ يقول لك هنسرق، هنبقى نشالين، هنبقى حراميه. ما تقوم تقولها في الشباك احسن. يا عبيد يا عبيد، انا اعرف الناس بيتقبض عليها وهي بتقسم مش وهي بتتفق. بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نغير المكان ونتكلم في مكان تاني. اهو جه جه جه. فين يا عم؟ فين يالا؟ الراجل صاحب العربيه واقف بس طالب 200 جنيه، 100 كوبون في الاول و100 لما نرجع الحاجه. ايه يا عم مالكوا؟ بصوا لبعض ليه؟ كل واحد يقلب نفسه يقلب معاه. انا معيش غير 10 جنيه تاني. انا عصفور. انا معايا 40 جنيه بس اهو، يلا. انا والله على غير من صحه ربنا. هات هات. انا معيش غير 30. هات. دول 80 جند؟ ماشي، ممكن اثبته بيهم. واجيب لكم العربيه الرماحه. رماحة انت هتجيب لنا بغلة يا ابن الرماحة؟ هي العربية اسمها رماحة. يلا يا غالي رماحة. يلا يلا بس بسرعة بقى. طلع انجز بقى، طلع هات الرماحة بسرعة. تعوج الواد اهو. ايه اللي جاي بيها؟ وسع 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 يا ابن الرماحة. يلا اركب رماحتي. علينا نعمل بغلة ارحم منها. ودي كم دونكي باور دي؟ كم دونكي؟ يا دون كبار يعني بتمشي؟ لا قصدك بترفض. خلاص يا اخوانا خلاص، اهي غساله و100 100. بقول لك ايه يا عم الخفيف انت وهو؟
ما اتدخلتوش ليه كده؟ رحت جبت عربياتكم. طب يلا يلا، لو قعدنا نرغي كده مش هنخلص. يلا يا عم نخلص. ايه يا عم، العربيه دي تحبسنا من قبل ما ننزل. انت مش شايف ده صوتها هيلم علينا الناس اصلا من قبل السرقه؟ والله ماشي، وعهد الله رجعها. دي كان عندها زفه دلوقتي يا جماعه. خلاص يا عم انت، خلاص يلا يلا يا جماعه، يلا خلينا نخلص. ابص ايديكم. يلا يلا لا زازه دخلت معانا لسه. ده الفيلا شكلها فيها تحف يا عم. تحف ايه دي؟ شكلها حاجات رخيصه. بص عامله ازاي يا عم. احنا هنخسر ايه؟ هناخدهم نتمنهم، ومين عارف يمكن قتل ابوه. اكتر راجل ملوش اي ذنب. هو انت لو ما كنتش عملت كده يا خالد كنا اتمسكنا ومستقبلنا كان ضاع. انا مستقبلي ضاع يا دين. خلاص بقى يا خالد، بقول لك اهدى. يعني اهدى على فكره بقى، الراجل ممكن ما يكونش مات. وكتاب الله المجيد. ايوه. طب نعرف كيف؟ بكره هنعرف كل حاجه ان شاء الله. المهم انت تهدى دلوقتي بس عشان ما نروحش كلنا في داهيه. احنا هنروح فين دلوقتي يا طلعت؟ رايحين للسورس يا كبير. اللي هياخد الحاجه كلها شقله واحده. طب بالله عليك يا طلعت توقف جنب اي تليفون عموم. ليه اشمعنى يعني؟ عايز اكلم الاسعاف يلحقوا الراجل اللي ساحب دمه ده. اسعاف؟ عفوا يا عم. قول كده بقى. هو انت ما بتاكليش ليه يا زينه؟ كل بقول لك ايه؟ فين الفلوس اللي قلت لك عليها يا ياسمين؟ معيش فلوس يا زكريا. انت هتستعبطي يا بنت، هتستعبطي. انت مش عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه؟ لا عرفت خلاص، بس برضه معيش فلوس يا زكريا. انا هدخل اعرف اذا ما كانش معاكي فلوس يا زكريا ولا لا، فاهمه؟ ولا فكراني مش هعرف يا بنت. الشقه دي كلها زيك بالظبط، حافظ كل حاجه فيها. ولا نسيت ان انا جوزك؟ ايه؟ جوزي؟ كنت جوزي. اللي بينا يا حبيبي ورقتين عرفي وقطعتهم. خلاص اسكت، وكل واحد راح لحاله. بس انا روحت في ده يا ياسمين، وانت روحتي فوق. فوق وكله بمجهودي. مجهودك اللي انا فيه ده يا عينيا بعرقي وشقايا. انت يا حبيبي كنت مدير اعمالي، نسيت اقول لك الفاشل. يا دوبك كتبت لي اغنيتين فاشلين زيك. ونسيتي حب يا ياسمين. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت يا حبيبي راجل شمام. الا قول لي يا زكريا، صحيح نسيت اسالك، هو الشمام يا اخويا بيحب بيحس؟ انت لو كنت راجل بصحيح يا شيخ ما كنت سبتك. ده انت حاجه تقرف.
وانت لو كنت بني ادم صحيح كنت سبتك لحال سبيلك، لكن انت واطيه واطيه، وانت السبب في اللي انا فيه. وادخلي هات فلوس لو ولعني في الشعب اللي فيها. لا حاضر حاضر يا زكريا، حاضر هجيب لك الفلوس، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت ربنا يخلصني من القرف اللي انا فيه ده. يلا يا راجل تكلم بجد. يا معلم الفيلا اتسرقت والله. امتى الكلام ده حصل؟ يعني من يومين كده. طب وسرقوا الفيلا كلها ولا ايه يعني؟ مش فاهم. سرقوا حاجات بسيطه بس غاليه والله. شت، معلش يا شعلان، ربنا يعوض عليك. مش فارقه يا معلم، دي حاجات بسيطه وفارغه يعني، دي ما كانتش ليها لازمه في البيت والله. والله ده حتى ما زعلناش عليها. طب تمام، على كده بقى ما بلغتوش البوليس؟ ها. لا يا عم، حسنين جنان اتصل وبلغ عشان ضربوه على دماغه. ضربوه على دماغه؟ ايوه. طب وحصل له ايه؟ عايش يا سيدي زي القرد، عمال يكلمني في التليفون ومصدع دماغي. طب بقول لك ايه، اقفل عشان يعني امي بتناديلي، هكلمك تاني. طب سلام. إيه سلام إيه. سلام. والله عملوها الرجال. اصلي مجهوده مجهوده. رد اخلص. الو انا ماجد، عرفت اللي حصل؟ الله 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 الله، والله ما هي ضرب الحكومه يا جدعان. ازيك يا سياده الوكيل؟ الله يبارك فيك يا طلق، الله يبارك فيك. ماشي. الف الف مبروك يا بوب، الف مبروك في اللي يعني انا فرحان بال الف الف مبروك يا بلد. الله يبارك فيك يا ميد برضه. مبروك يا خالد. مبروك يا سياده الوكيل باشا. مبروك سياده جناب سعد. الله يبارك فيك. مبروك. معلش بس هو عليه ديون، انت مش غريب، تعال بس. الو. ايوه يا باشا. ازيك يا فندم؟ ربنا يخليك لنا يا باشا، ان شاء الله اكون عند حسن ظن سعادتك. قوم يا باشا. يا جدع اقعد. ماله صاحبك ده؟ ماله يا عم؟ ماله تبلي كده؟ ما حدش بيعرف يعمل كده يا عم. اعذره شويه يا عم، الراجل لسه متعين جديد وتهاني وجو ومعمول له حفله وتلاقيه. لا على نفسك يا ترى بقى بتنموا على مين؟ الواد ده هبيتغير شويه، قصدي هبيتغير شويه. يا طلعت لو تبطل بس النفسانه اللي انت فيها دي، وعشان تبقى عارف ايهاب عمره ما هيتغير. عمره ما هيتغير. ما تغيرش على فكره، احنا اللي اتغيرنا. هو زي العسل، زي زمان، زي الفل. بس انا بقى كمان خليني بقى على راحتي يابا. تتم كلها ايه؟ ده ما صحش هنا، ما صحش هنا، ما صحش. ايه يا عم؟ سيبه يا عم، سيبه. روح لي يا اخي. هات بقى. طب ما كنت سبتني انا ولعته يا اخي. كيف بقى يا عم تتكلم؟ انت بتتكلم ايه اللي انت بتعمله ده؟ عيب كده، ارمي اللي في ايدك دي يا عم. ما بكاش قوي. انا لؤي محسن. الزملاء اصروا ان انا اكون موجود، مش عارف ليه. على العموم عادي يعني، شغال. صباح الفل يا طلعت، مستنيك تحت. يلا انا معاك. ان شاء الله نجي لك المره الجايه وانت قاضي قد الدنيا، وندخل عليك بلقمه القاضي. ولا خد يا استنى يا يا ابن الف مبروك يا ونش. رايح فين؟ احنا لسه ما لحقناش نقعد مع بعض، لسه بدري. ما هو لا يعني ممكن بس اروح معاك بس عشان الوقت متاخر. بس تروح اقدر اروح. بصي انا هنزل الشطف كده، انا مستنيك على العصريه. تعالي بس، تعالي. باي باي. هكلمك. باي باي. ايه يا دودو؟ كنت عايزانا في حاجه. ايه هي؟ بص يا عم النجم، قول. احنا عايزين نسرق تاني. الله عليك يا دودو، ايه يا بنت الدماغ دي؟ اهم من ان احنا نسرق تاني، نسرق الناس اللي يستاهلوا السرقه، الناس اللي واكلينها ولعه. ومين بقى يا ريس اللي يستاهلوا السرقه؟ انا اقول لك يا سيدي. ها؟
هنسرق فيلتنا. فيلتكم؟ قصدي اللي كانت فيلتنا ما تدقش. هو بيني وبينك يا لولو، هو انتم الناس اللي تستاهل السرقه على حق. بس مش ابن البنك خاف منكم؟ تلاقي عليه احراس او عوق. هو ممكن يكون باحها لحد. على العموم انا هعرف الكلام ده لما اروح لعرفان البوابه واتنقص. عارف يا لولو، ده اقتراح هايل. قولي ليه؟ ليه؟ عشان انت هتقول لنا على تفاصيل الفيلا حته حته، صح كده؟ صح طبعا. وهيقول لنا برضو في حد جوه، مفيش حد، في حراسه، ننط امتى، العوق ده. طب وهنعرفها ازاي دي؟ الشنط تمام. يلا سمي كده وافتح لنا الشنطه الاولانيه دي. يلا يلا يا اخوانين. يا عمر مش هتستنوا لؤي ولا ايه؟ لؤي قاعد جنب بقيه الحاجه تحت، ما تقلقش انت. لا يا شيخ افتح لنا طلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقوش. اوبا حليب قلبي اموت في الكوبون ياما. يا جدعان فلوسي كلها ايه ده؟ احنا باين علينا لعبة معانا يا عيال. بس دي تخوف، كنت راح يخوف قوي. تخوف ايه؟ احنا فتحنا شنطة الرعب. الشنطة دي هتخلي الحكومة تدور علينا بايديها واسنانها. لا بس هما يعرفوا يلاقونا. لو وقفوا على شعر رجليهم. طبعا يا برنس. هدي الشنطة دي اعمل مكان ليها هنا لحد ما نوزع بقية الحاجة ونبقى نرجع. ايه الجديد؟ كله تمام يا سعادة الباشا. أنا جاي لسعادتك دلوقتي بس علشان عايز أزود شوية الكمية اللي باخدها من سيادتك. ليه تاني؟ يا باشا الشغل ماشي زي الفل ما شاء الله. الله لا يحسد المال اللي أصحابه يا باشا. الواد طلع طالب كمية زيادة. الشغل ماشي تمام. والغريب يا باشا إن البضاعة اللي بياخدها بيدفع فلوسها تمام. وإيه تاني؟ الواد ده سعادة الباشا الظاهر كده إنه بقى يلعبها صح. فتح سوق لنفسه في الجامعة في وسط التلامذة. ما هو في وسطيهم بقى ليل نهار. الواد ده عايزك تاخد بالك منه. ما يطلب بضاعة اديله واديله بالزيادة كمان طالما بيدفع. أوامرك يا كبير. مش كده وبس، أنا عايزك برضو تاخده تحت جناحك. أكتر من كده يا باشا، الواد ده طماع. أنت عارف سيادتك بيكلمني في إيلي من دول؟ قال عايز يخطب أختي زينة ويتجوزها. ينفع كده يا باشا؟ اتجوزها له. بقول لكم يا جدعان، أنا عندي حل للموضوع ده وحل سهل جدا. هو الواد ده مش مدمن؟ أه بودرة وهيروين يعني. الواد ده لازم يروح مصحة. يا سلام، ما انا حاولت معاه 100,000 مرة ومرضيش. اسمعي بس، هنوديه مصحة كده نص لبة وهوصلك عليه. انا ده بياخدوا الجدع من دول ياخدوه بقى يحبسوه بين القضبان ويأكلوه ويشربوه ويزنجفوه لحد ما ينسى ام البودرة دي. وانا أكد لك انه هينساك انت اصلا قبل البودره، يا اما بقى يموت ويتكل على الله. طب ويا ترى المكان ده فين؟ حته مقطوعه في حلوان. ايوه يعني افرض حاول مثلا يصرخ يهرب. يصرخ مين يا عم لؤي ولا يهرب مين؟ دي حته مقطوعه. وبعدين صحيح انت مش معاك عقد الجواز ده، انت ممكن تروحي بيه المصحه دي تمضي عليه بس. والناس دي اللي بيروح يمدي هو اللي لازم يروح يخرجه. ايوه بس انا وزكريا كنا متجوزين بعد عرفي. ما تقلقيش، الناس دي بيهمها الحاله بس، وبعدين كله هيخلص بالفلوس. هما بياخدوا فلوس كتير؟ بالنسبه لك انت يا عسل مش هتبقى كتير. احنا مش جايين نعمل عليكي مصلحه، احنا كل اللي يهمنا ان احنا نخلص منه. بس ده هيبقى حل نهائي؟ يعني هنضمن انه مش هيهرب، مش هيرش الناس وينط من العصور؟ يا عم خالد
يا عم خالد الناس اللي محبوسه هناك دي عيال، الناس اهاليهم رمتهم زهقت منهم خلاص، وبعدين دول قاعدين مع ناس اللي هما ماسكين المصحه يعني مدمنين زيهم، لا ده ينفع يدور ولا ده ينفع يلف، ما تقلقوش يا جدعان. هي يا جماعه فكره حلوه فعلا، بس انا حاسه انها تخوف قوي. ما تخافيش بقى، انا قلت لك طول ما انا جنبك ما تخافيش. يا جماعه المهم دلوقتي احنا هنودي الواد ده المكان ده ازاي؟ انا اقول لك، احنا نجيب القفص ده هنا ونجيب جزازه بيره وبرشامتين منوم ونطحنهم ونحط برشامتين المنوم جوه جزازه البيره، يشرب جزازه البيره يدلك، ناخده نوديه المكان ده. كلمي بقى زكريا خليها نخلص من الليله دي. طيب طالما اتفقنا وكله تمام اروح انا بقى اظبط المصحه دي واستقلكوا الدنيا هناك. قشطه عسل، سلام. وانا هجوم اجيب المناوة. وانا اكيد لازم اجي معاكم عشان ادخل بنفسي. لا مش لازم، انت توديه بنفسك. يا راجل ما ينفعش، انا لسه معايا ورقه الجواز العرفي ولازم امضي على دخوله. ادي واحده وادي الثانيه. ايه ده مش كتير؟ دي مش بتعزيه؟ أوي. لا لا حط، مش عايز اعمل حاجه؟ لا لا خالص. الله يرحمك يا زكريا. ما توترونيش بجد كده، هينام نوم التنين. زكريا جابوا صوت. اوه زكريا ازيك؟ عامل ايه؟ مش عوايدك يعني تتصل بيا وتقولي لي تعالى؟ انت حتى مش طايقاني. ليه بتقول كده؟ احنا مش اهل. اتفضل. مين دول؟ دول اصحابي عاملين حفله كده صغيره، قلت اعزمك عشان نرجع ايام زمان ونرجع اصحاب. غلطت يعني؟ مش مستريح لك يا ياسمين. لو اي؟ طيب خالد زكريا انشنطن. طول عمرك حربايه يا ياسمين. ياسمين. طيب يلا امسك ده كيسي، اصلا امسك كيس معاه، مش عارف داخل تاخد كيسي برضه. لو اي تشرب كاس؟ معايا جزازة كبيرة. ما تشغليها مزيكا خير. عينيا. ربنا يهيصها. منور يا زكريا. أيوة طلعت، أنت فين؟ تعال رجالة. تعال. أهو مقفر أهو. أهو. شهد. يخرب بيت أبو المخدرة أهو. كده يا ياسمين. بتبيعيني يا ياسمين يا عم شهر الظلم. ماشي ماشي يا ياسمين ماشي. خلاص اهدي بقى، اهدي اهدي خلاص، اهدي اهدي اهدي، مفيش حاجه اهدي. انا هجيب لك الفلوس. هتيجي معايا؟ انت قلتي انك جايه. لا لازم، انت قلتي انك عايزه تتاكدي. يلا يلا خشي هاتي الورقه والفلوس وتعالي. ها ما تنسيش الورقه. حاضر. ايه رايكم؟ شقة سوبر لوكس، تكييف وتليفون وتلفزيون ودش كاملة من المجاميع. الله حلو. طب وايه السلم ده يا عمهم؟ السلم ده بيطلع على الشقة اللي فوق، بس عليها باب حديد، والشقة اللي فوق على فكرة فاضية، يعني لو أي حد فيكم عايزها أنا تحت الأمر. والشقة دي فيها كام تواليت؟ كام تواليت؟ مالك يا ابني؟ هتحتاج أكتر من واحد نعمل بيهم إيه؟ يا ابني انا كنت قاعد في فيلا فيها 5 تواليت. تلاقيهم كانوا بيعملوها في كابانيه واحد. كلام بيئه بقى، مش عايز بدل ما اعملها معاك والله. بس بقى عايزين نعرف احنا جايين نعمل ايه. ريح نفسك، الشقه دي فيها حمامين. كويس. رضا وعهد الله 100 100، ولو واحد حلو برضه. الشقه عجبانه يا عم يسري، وعايزين دلوقتي نقعد نمضي العجول، بس انا عايزك يعني تبقى حنين معانا شويه. عينيا عينيا للشباب. بقول لك يا مستر يسري. ايوه. واحنا طالعين يعني ما لقيناش بواب، هي العماره دي ما فيهاش بواب ولا ايه؟ لا 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 فيها،
بس تلاقيه راح بس يجيب كده شويه حاجات للسكان. خد بالك احنا طلب. ما انا عارف. وجايين الشقه دي عشان نذاكر برواق. يعني ساعات بنروح نجيب مذكرات، ناس بتجيلنا، بنروح لناس، فهمني انت؟ بقول لك ايه يا عم يسري؟ انت راجل شكلك فهيم كده وشواف. بص يا برنس، احنا عندنا اخوات بنات زي اي حد. اكيد الناس دي هتيجي، حاجات طالعه، هم بيدونا حاجات، احنا برضو بنحتاج ناخد منهم حاجات. المهم مش عايزين اي عوائق في الطلعه والناس دي من البواب. ريح نفسك، عم حسنين راجل كبير، اول ما بيخش الليل عليه بيدخل اوضته وينام، والصبح بيتمشوا في طلبات السكان. وبعد كده يا سيدي بيظبطوه انتوا يعني. ماشي. لا مؤاخذة بقى بهوات، أنا باخد شهر مقدم وشهر تأمين. ما تقلقش من الموضوع ده، خد التبس ده من عندي، يلا ظبط نفسك. يلا انت خدت يا بنت. لا 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 كل حاجه موجوده تمام. طب بتقول لك خرب يا سيدي؟ عقبال ما اشترينا لهم البدل دي، اول مره يلبسوا بدل في حياتهم. اهدي 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 اهدي. بص يا طيبينك عليا النعمه، مضرب البدله السمن مقلم بيش الا العسل العسل وجميل الجمال. الف مبروك يا برنس، ده انت اول واحد فينا يتاهل. يار باذن الله تطلع الدور الثمانيه. مبروك يا حبيبي. وما النجمه فين؟ انت مالك يا عم اللي فين؟ يا اخي معجب معجب بمين؟ ده انا هتجوزها. انت مجنون يا عم ولا ايه؟ جبت الورقتين يا سيدي. الورقتين معايا اهو والشهود قدامك اهو. انا الشاهد الاول والله العظيم هقول الحاج. يا ده انت شاهد ما شافش حاجه. انا الشاهد الاول والاخير يا برنس. هاي وانا بقى اجيب العروسه. يلا يا فين. اوبا اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام يا سلام. ده ايه الشغل؟ خلاص يا بيعمل. بس يا جماعه مبروك علينا كل اللي هنا. يا عم سيد يا عم يلا سيب مبروك. يا عم وقف هنا. يلا سيب تن 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 اقعد يا عروسه. طب يا جماعه جبتوا الورقتين؟ يا سيدي ام الورقتين معايا. انت ايه اللي قالك اهو؟ طب انجزوا انجزوا بقى انجزوا. يلا يا سيدي بالوفاء والبنين ان شاء الله. بطايقكم. ما ينفعش الكارنيه التامين الصحي؟ ما ينفعش. البطاقه مش هتعجبك. صوره ميدي. بس انا ما كنتش فاضي فبعت ابن عمي يتصور مكاني. والله حلو. ماشي يا عريس. لا عليا النعمة ما تاخد البطاقة الا لما نعرف سهرانين فين النهاردة وصيوح. وضرب نار لصلاح الباكي. ماجد هو اللي هيختار النهاردة. العب قوي يا روح قلبي زي ما اخطبتني. اخوك حامش برضه عيب عليا. مالك يا ابني؟ مالك يا ابني؟ الحلقة دي بتحبك قوي يا ماجد. طيب عايزين قلم؟ طبعا. ثانك يو. ايه؟ بطاقتك قصدي امضتك. انا بعتذر يا حبيبي. ان شاء الله زواجها موفقه باذن الله. امضتك؟ لا انا ما امضيش غير في وجود المحامي بتاعي. هي جنبني. امضي يا انت يا عم امضي. انجز انجز. ماشي. حس بيا. اوبا تحت. ايوه هنا. اكتب رقم التليفون. مبروك يا عريس. يا عروس بارك فيك يا شيخ. هل تقبلين هذا الشخص؟ بعلن لك لو مش عاجبك انا موجود. يا عم ابنته بقى. لا 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 انا بهزر يا عم. مش انا شاي وبتاع. سؤال متاخر قوي. ايوه ايوه ايوه. مبروك يا عروس. الله تعالى تعالى بقى. مبروك يا عروس. هو ده. مبروك يا عروس. دمرت نفسك. طقطق دمرت. اتفضل يا سيدي. مبروك يا عروس. مبروك يا حبيبي. امضي انا حضرتك. امضي.
ألف مبروك يا جماعة. شكرا. بالرفاه والبنين بإذن الله. الله يخليك. ألف مبروك يا عروسة. مبروك يا فؤاد. لا فؤاد إيه بقى، ده أنا عريس. مبروك يا عريس. بارك لي في عمرك ويخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا. ألف مبروك يا مامي. عقبالك يا روحي. ألف مبروك يا أنجل. مبروك يا روحي. لا لا لسه بدري قوي ولا ايه يا مامي؟ لسه بدري مين؟ ده انت هتتخطفي خطف. مبروك. مبروك يا عريس. مبروك يا فؤاد بيه. مبروك يا عمي. على الطلاق انت عمي. عارف ليه؟ عشان انت قدرت توصل للي انت عايزه. ولد احترم نفسك. سوري يا مامي. سوري. I am so sorry. مبروك يا عروسة. ولد انت اتجننت. انت اتجننت يا رسمي. نسيت اعرفك. مين دي؟ سوسو. مراتي. مضيفة. أكبر كباريه في شارع الهرم. لا 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 انت مجنون. مش ممكن. مش ممكن طبعا يا ابني. يوه مش عاجبكي ولا ايه؟ خراسي انت خراسي. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ هي حرة تقولي اللي هي عايزاه. انت مش حرة وبتعملي اللي انت عايزاه وتتجوزي اللي انت عايزاه. انا كمان حر واعمل اللي انا عايزه واتجوز اللي انا عايزه. وانا اخترت دي سوسو. خلاص خلصت اللي عندك ولا لسه في كلام تاني عايز تقوله يا عريس؟ عايز تطردني ولا ايه؟ لو ما اتكلمتش بقى ده هطردك يا راجل. عيب عليك، ده انا جاي ابارك وهني. ده النهارده فرح امي يا جدعان. اعزائي الحضور، ونجمة مسرح المنوعات سوسو مراتي. عن إذنك يا حمادي. Oh,
بس خلاص كده الناس اتبسطت. تعالي بقى نكمل رقصتنا في البيت عندنا، ولا اقول لك تعالي نكملها في الكباريه اللي انت بتشتغلي فيه. انا مش زعلان اني مفلس، ان الفلوس ما تفرقش معايا واصل. على الاقل صرفت فلوسي في حاجه مفيده، صرفت على الايتام والفجره، مش صرفت فلوسي على واحده ملهاش لازمه ما تسواش شيلن. ولا بقول لك ايه، لم نفسك، انا مش طايق نفسي، ما تخليش هايس عليك. انت ليك عين تتكلم يا بتاع سوس؟ انت هتمد ايدك على مين يا ده؟ انت لم لسانك يا انت، والله العظيم اضربك. انت هتصغر عليا ولا ايه؟ ولا هتمد ايدي عليك ولا ولا في ايه؟ في ايه؟ انتوا كلمتوا ولا ايه؟ ما تفوقوا، حسوا بيا، حسوا بالمصيبه اللي انا فيها. انا عشان ارضي ياسمين اتنصب عليا، اتعمل عليا نمره، بقيت مفلس. مش دي مصيبه؟ مش اخوكوا كده في مصيبه ولا ايه؟ ايه يا جماعه؟ احنا هنقعد نندف في حظنا ولا ايه؟ ما بس انت وهو. طب دبرونا نعمل ايه؟ ايه؟ في ايه يا عم توهيه؟ صوتكوا جاي من اخر الدنيا. تعال تعال يا حبيبي عشان يكمل العدد، الفاشلون في كل شيء. يلا اتفضلوا عشان نقعد ونفكر هنعمل ايه. يلا 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 تعالى بقى، تعالى اهدى. في ايه؟ جنبه. مش قاعد جنبه يا اخي. يا عم عشان خاطر اقعد جنبه بقى، انتوا اخوات عيب كده. بقول لك تقعد يبقى تقعد، ولا اجيب لك سوس بقول لك تقعد. تاني انت؟ يا واد بهزر معاك يا ولد. حقك عليا. دماغك ايه؟ خلاص يا عم مش زعلان. ما هي قله الفلوس تعمل اكتر من كده. يا جماعه يا جماعه انا ما اتعودتش استسلم بسهوله. ليه؟ تاني يتنصب عليها تاني يا جدعان. انا ابتديت اشك ان مشروع التخرج بتاع اي نصاب هو اللي يجي على طلعت. ليه بس كده؟ ليه يتنصب عليها تاني؟ ماجد ماجد وحياة امك، في حاجه على وشي بتقول ان انا هفق قوي كده؟ فهموني. بقول لكم يا جماعه. ايه؟ مش احنا كلنا محتاجين فلوس؟ اه طبعا. يعني طبعا احنا هنطبع فلوس. ادي اخره الافلام الاجنبي اللي حضرتك بتتفرج عليها. بصوا يا شباب، احنا اختيارنا هو البنك المركزي. اوه، ستاتي العربيه الفان السوداء اللي متفيمه طبعا. بعد خمسايه كبيره جدا هنركن قدام البنك، هننزل كلنا، هنخش جوه عادي، ناخد المطبعه ونطلع بيها، نرميها في العربيه ورا ونتكل على الله. نطبع بقى، نطبع نطبع، ويبقى حوالينا حريم ونعيش حياتنا. فاهم انت القصه دي؟ الله، عيش معايا الخيال بقى. الله يا ابني، اعتقد الفيلم ده كان فيه بوس كتير قوي. ايوه، ولا ورا ما كانش مترجم. ايوه. ما بس يا خفيف انت وهو. الله، على فكره اللي بيقولوا لؤي مش صعب انه يتحقق. يا جماعه انا مش بهزر، انا بتكلم بجد، وبجد جدا كمان. اللي انا بفكر فيه ده لو ظبط هنعدي، وهنعدي قوي كمان. مش كل حاجه تفكر فيها لازم نقتنع بيها، مش كده ولا ايه؟ انا شايف ان احنا عصابه صغيره، مالناش في الشمال، نسرق شقه، نقلب فيلا بتاعت ناس اغنية، لكن نطبع نزور؟ لا، كده احنا داخلين شمال مع امن الدوله، بقينا شمال رسمي. بص يا رجاله، لو عايزين نعمل العمليه دي لازم نتعلم من غلطنا. السرقه اللي فاتت كل الجرايد كتبت عنينا، بس ما حدش قدر يوصل لنا. ايوه، بس ده بسبب ان احنا كنا عاملين حاجه قدها ومخططين صح، ودي كمان تتلعب صح. بصوا بقى يا جدعان، اهم حاجه نفهم احنا عايزين ايه وحواراتنا دي ليه. احنا عايزين فلوس صح؟ عايزين فلوس، يبقى مش مهم هنجيبها ازاي، نسرقها، ننصب، نطبعها، ان شاء الله حتى لو هنشفها. يا جدعان ده نصب، والنصب سهل قوي. من الاخر كده، حكايه التزوير دي احنا عايزين نجربها، بس احنا محتاجين برينتر وكمبيوتر وسكانر. يعني انتوا ناويين بقى؟ ممكن على فكره،
ممكن. يا جماعه انا عايز افهم، احنا دلوقتي لو جبنا الكمبيوتر ده والسونار الالوان هنعرف نسكانر. لو جبنا السكانر ده والكمبيوتر هنطبع الفلوس في ايه يا جدعان؟ هو الكلام على سايبر ولا ايه؟ بص يا شقيق، احنا يمين مع بعض وشمال مع بعض، انا مش هبيعكم. الكمبيوتر عندي في البيت، اروح اجيبه لكم وبالمره اطمن على ابويا وامي. وانا يا سيدي عليا البرينتر والسكانر. خلاص من دلوقتي اقفلوا موبايلاتكم وحطوا الشرايح الجديدة، ومن اللحظة اللي احنا فيها دي احنا اوت اوف اريا. دور علي. تليفوني بيرن. دي ياسمينة. طب بقول لكم ايه، ينفع نأجل الحوار ده لبكرة؟ معلش اصل لازم اروح اقابلها. قدر ما حصلش. كل دي فلوس مضروبة؟ والله يا مستر سطو، هاي الفلوس دي اللي لقيتها في النقطة. ومين اللي نقب بيهم؟ الراجل الخليجي اللي كان قاعد ورا. وجاب الفلوس دي منين؟ أنا شكك يا باشا في العيال اللي جت مع ياسمينة، لأنهم كانوا هنا برابطة المعلم وهم اللي ادوني الفلوس دي. والعيال دي مش تمت. سرسبوا ورا بعض يا باشا. وخدت منهم الفلوس ليه؟ يا باشا الفكه اللي عندنا خلصت، والنهارده بسم الله ما شاء الله الصاله كانت من لعلعه، وياسمينه كانت من شعللاو. اول ما عرضوا عليها الفلوس خدتها منهم على طول. ما بصتش ليه في الفلوس يا حمار قبل ما تاخدهم؟ يا باشا الفلوس كانها لسه جايه من البنك يا باشا، ما شكتش فيهم. انت متاكد؟ ايوه يا باشا متاكد. لقيتهم سودا هم واللي خلفوهم. عنتر! ايوه جاي. ايه انت نبت على الجرس ولا ايه؟ صلوا على النبي. هو نفس انت لوحدك هنا يا اه؟ انت مالك لوحدي؟ انا مش لوحدي. ما بلاش الموضوع. فين الفلوس يا اه؟ فلوس ايه؟ الفلوس اللي مخبيها راح امك. انتوا عارفين اللي انتوا بتعملوا ده اسمه ايه؟ عارفين يعني ايه تقطعهم وبيت وتتعدوا على صاحبه؟ بقول لك ايه، خليك معايا هنا ولو مطول خلص عليك. اه يا ريس. بتستكردوني انا، بتغيروا فلوس مزوره في محلي انا، انا اللي طلع عن امي ومسحت بلاد كباريهات مصر كلها لحد ما بقيت صاحب كباريه. يجي شويه عيال فرافير زيكم يضحكوا عليا انا. اولا احنا مش فرافير، ثانيا احنا مش حاجه تضرب وقتلك وروح مات. اولا انا قدامك على الكف. خالد اسكت اسكت. خلاص يا سطوحي، ما حصلتش حاجه لكل ده، فلوسك عندك هي. وانهي الكلام على كده. خلاص يا غالي، احنا المره دي نمشيها فرنجي بقى، يعني خد اللي انت عايزه، اللي يخصك من الفلوس دي خده وعادي بقى، لانه ما حصلش وما يتكررش. ايه ده؟ يلا يلا. الراجل ده امير ولا ايه؟ يا ابني امشي بقى، ما تفضحناش يا جدع. بص لحضرتك قد ايه؟ قد شريحنا. اهدى يا طلع. خراب ابيض. الباشا هناك اهو. صباح الانوار يا سعاده الباشا. صباح الجمال يا باشا. اتفضل يا باشا. ازيك يا محسوبك طلعت يا باشا؟ اللي طلعت روحه وعهد الله عشان يشتغل تحت ايدك الطاهره دي. ايه الاخبار؟ جبنا البضاعه يا باشا والفلوس كمان. تعرف يا باشا الواد حشاد كان هيعمل معانا الناقصه، بس انا ما رضيتش اقلب عليه الترابيزه يا باشا لاني ما خدتش تعليمات من سيادتك. سيبك من حشاد ده، مش هتشوفه تاني. وده هيحصل ازاي يا باشا ولا مؤاخذه؟ زي ما بقول لك كده، خدوا شنطه الفلوس دي وقسموها عليكم انتوا الاثنين. الفلوس كلها يا باشا؟ ده حقكم في العملية. بس ده كتير قوي يا باشا. لا مش كتير ولا حاجة. أنا قررت كمان أزود لكم البضاعة. الله 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 عليك يا باشا يا كبير. عليا النعمة، باشا وابن باشا. هتشوف يا باشا هنرفع راسك ازاي. استنى شوية يا طلعت. بس بص، الكمية اللي احنا بناخدها على قد المنطقة اللي احنا بنشتغل فيها. عشان كده بنسلم ونستلم في نفس الميعاد. دلوقتي لو خدنا كمية زيادة هتتركن وده مش كويس. انتوا هتسيبوا المنطقه اللي كنتوا بتشتغلوا فيها وانا احط اي حد من رجالتنا؟ يا باشا نسيب المنطقه بتاعتنا؟ طب نروح فين يعني؟
بكرة في واحد هيكلمك من طرفي، هيقولك ان في بيت للبيع، هتروح وهتشتريه وهتدفع كل اللي يقولك عليه وهتمضي معاه العقد وتنقله فيه على طول. الله، ازاي يا باشا؟ هنسيب بيوتنا اللي تربينا فيها؟ لو كنتوا تربيتوا اساسا هتسيبوا كل حاجة. اوامرك يا سعادة الباشا، تحت امرك. تمام بالاذن يا باشا. بقى يلا طلع. بعد اذنك ابص. ماشي باشا. سلام يا باشا. سلام. كده بقى يبقى خلصت كل التحريات بتاعت شقة سطوحي، وجي وقت رد القلم يا طلعت. بس المرة دي مش عايزين نشيل حاجات تقيلة، لأن أنا مش هنقدر ننزل بيه. متقلقوش، حل بسيط، احنا داخلين ندور على الفلوس وعدها. يا جدعان راجل زي ده أكيد في بيته فيه فلوس. وده برافو عليك يا طلعت. طب بصوا بقى يا جماعة هنعمل ايه؟ احنا هناخد على قد الشنط اللي معانا بس وننزل. حلو قوي. اصيل. وماجد قال لنا ان كل يوم خميس مراته وعياله بينزلوا بالليل يروحوا النادي، يبقى الشقه اكيد فاضيه. تمام. بس هيفضل مشكله واحده. ايه؟ سكيورتي. سكيورتك يا ابني الامن بتاع العماره. لا ما تقلقش، مأمن نفسي. بالنسبه للبواب هنخش عليه بالحنجل والمنجل، وانا برضو عرفت لكم كل سكان العمارة أسمائهم إيه. بس إحنا مش عاوزين البواب يعرف أشكالنا خالص، ده ممكن يروح يوصفها لسطوحي والبوليس وتبقى مصيبة. تلاقيش يا دودو مظبط لك حاجات مش هيخلي بني آدم يعرفنا. الله عليك قصاب حرامي. إيه يا ابن العسل ده؟ وعهد الله لو عندي أخت اللي أجوزها لك. المهم اسمعوني كده، الدنيا بقت تمام قوي، تعشت ظبطنا كل حاجه. اعملوا حسابكم يوم الخميس الجاي الطلعة. عايزين مين؟ احنا غاز طبيعي. حضرتك في شكوى من العماره يعني ان في ريحه كده غريبه، مش كده يا جعفر؟ ريحه عامله ازاي؟ ايوه سيادتك، في ريحه معفنه انتوا بتشموها بقالكم يومين. فاحنا جايين نخلصكم من الريحه دي. تمام. ايوه يعني شبه دي كده حضرتك. شمي شمي كده. شمي. ايوه شمي في ريحه دي. أكيد في ريحة. شمي كده. شمي بقى. شمي بقى. شمي. أصلي. برافو عليك يا دحمة. برافو عليك. زي ما قلت لك بالظبط. أمال إيه؟ ده اللي لابدله تحت العمارة بقالي يومين. بالراحة بالراحة. عايزاكم تنجزوا بسرعة. ها وخلوا بالكم البواب شافنا. ها؟ هو يعني ما يشوفنا هيجيب أوصفنا منين؟ يلا يا جدعان إحنا نسامر وطلع تحت مستنيين لوحده. يلا. يلا. طب يلا. بقولك يا جماعه خفافي خفافي. ماشي ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ قلت يعني البواب عمل ايه وانت داخله؟ ما تقلقش ما تقلقش، انا قلت له ان انا جايه من الصيدليه وهدي حقنه وكده، ما تشغلش بالك. يلا بس جدع. ايه؟ لقيتوا حاجه؟ كله قالش يا ابني كله قالش. مش مهم مش مهم. الخدمه كلها في الفندقين دول. فلوس ودهب واوعى. قشطة يلا بينا بقى بسرعة. يلا 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 لان نعمل الجهل. ماشي يا صاحبي. عشان تعرف كيف تضرب راجل صعيدي بالقلم يا عرة الرجالة. استني يا طلع. يلا بينا. بس يا ستي بس. السلام عليكم. وعليكم السلام. في ايه؟ مالك؟ مدي وش كده ليه؟ الموضوع شكله كبير. في ايه يا مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ ياسمين عندها مشكلة كده ومش عارف أعمل إيه. مشكلة إيه؟ سطوحي مش عايز يفسخ العقد، وخايف يعني لما ما تروحش الكباريه يعمل مشكلة. طب وأنت إيه علاقتك بالموضوع ده؟ دي مراتي في كنفي. يعني مشاكلها مشاكلي. يا دي سطوحي اللي مش هنخلص منه ابدا. طب وناوي على ايه يا سير امي؟ مش عارف. انا قلت اجي لكم بقى نشوف هنعمل ايه. يعني انت بتفكر في ايه؟ يعني انا مش فاهم. عايزنا نسرق العقد؟ والله لو ما لقيناش حل غير كده نسرقه طبعا. هتسيبوني؟ مش ممكن. يا ابني تبقى ثالث مره نسرق فيها سطوحي، انت مجنون؟ تشكر. تشكر يا خال. الحق اسطوحي بيه، ده الطريق مقفول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟
احتمال كبير تعرفه. دول كانوا يقتلوني يا باشا، وفي الاخر واحد خد رصاصه وحطها لي في جيبه يا باشا. رصاصه؟ دي رساله اسطوحي، وهي هي نفس الرصاصه اللي انا لقيتها في البيت. يعني العيال هم هم. بتشك في حد اسطوحي؟ يا باشا بشك، بس شك بس يا باشا، ما عنديش اي اثبات، بس متهيألي يا باشا هم دول عيال. طب اهدى كده وركز واحكي لي، بتشك في مين توفيق. ظابط مباحث. ايه يا باشا. اتفضل يا فندم. انت اسمك ايه؟ رافت يا باشا. قاعد رافت عايزك. اتفضل يا باشا. كلمتين ورد غطاها برافت. سطوحي صاحب الكباريه ده ملوش اعداء او ناس يعني في بينه وبينهم مشاكل؟ لا يا باشا، الكذب خيبه. عايز تقول لي يعني ان صاحب كباريه زي ده ما احتكش قبل كده بعيال صيع جم سهروا عندكم وسكروا قاموا هيسوا على الزباين وعملوا مشكله مع سطوحي؟ لا طبعا حصل يا باشا. واخر مره حصل الكلام ده مع مين؟ مع شويه شباب كانوا تقريبا بيجوا هنا كل يوم، بس من ساعه ما حصلت بينهم وبين مستر سطوحي مشكله بطلوا يجوا هنا خالص. مين العيال دي يا رافت؟ العيال دي يا باشا كانت بتضرب فلوس، بس اول ما سطوحي بيه كشفهم
طردهم على طول من هنا، واللي تقول لي ساعتك على الموضوع ده احسن مني زوزو اللي بتشغل هنا يا باشا. يا فين؟ يا زوزو تعالي كلم الباشا الضابط. انا اذنك يا باشا. والنعمة الشريفة يا باشا ما عملت اي حاجة، ده انا ماشية زي السيف من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت، وما بشتغلش خارج مواعيد العمل الرسمية. يعني تقدر تعتبرني بشتغل في مصنع نسيج؟ والله يا باشا انا خلاص يا بنت مش عايز صداع. ريه باشا اسمك ايه؟ زوزو. بس اللي تشوفه يا باشا اللي في البطاقة يا روح امك. خدمتك سعاد. مسجلة اداب طبعا يا سعاد. حد الله ماليش ولا سابقة. طب افهمي كويس قوي الكلام اللي حلهولك وفتحي دماغك. امور يا باشا. تعرفي ايه عن العيال اللي كانوا مزورين فلوس وعملوا مشكله مع سطوحي صاحب الكباريه؟ دول شويه عيال سيس كده وكانوا زباين عندنا. ما انا عارف يا اختي انهم زباين. تعرفي عنهم ايه؟ ايه ده يا باشا؟ لا يجي لك السكر ولا الضغط ولا حاجه. لما بت حاضر معرفش حاجه. يعني ايه ما تعرفيش؟ اروح امك. اخلاقي ما تسمحليش يا باشا. هعلقك على باب الكباريه. هجيب لك بطايقهم. ها شريف وصلت لحد فين؟ الحقيقة يا فندم بعد فترة من البحث والمتابعة قدرنا نوصل لمجموعة كبيرة جدا من المشتبه فيهم، من ضمنهم مجموعة طلبة كانت علاقتهم سيئة قوي بصاحب الكباريه اللي اتسرق أكتر من مرة. ولو قارنا حضرتك بين السرقات دي وبين مجموعة من السرقات اللي حصلت في مدينة 6 أكتوبر مؤخرا واللي كانت بتعتمد على مجموعة مسلحة، نقدر نقول يا فندم إن احنا قدام تشكيل عصابي مسلح. تعرف مين أقرب حد للتشكيل العصابي ده؟ مجموعة الطلبة اللي بتتكلم عنه. أنت عارف الشباب في السن ده بيبقى عندهم ميول لكده. يا فندم دول مجموعة طلبة من جامعة القاهرة. عندك معلومات عنهم؟ أيوة فندم حوري حضرتك. دول مجموعة أصحاب فاشلين جدا في الدراسة يا فندم. ظروفهم الاجتماعية سيئة جدا وظروفهم المادية أسوأ، ومن تحرياتنا اكتشفنا ان في تغييرات كبيره جدا حصلت للشباب دول في الفتره الاخيره يا فندم. تغيير ازاي يعني؟ بقى معاهم فلوس كتيره جدا يا فندم بطريقه غير مبرره. ومين الاولاد دول؟ خالد مجاهد يا فندم من اسره ثريه جدا من الصعيد. ابوه اتقتل بعد ما تم انتخابه لعضويه مجلس الشعب، ومن ساعتها واختفى تماما من الصعيد، غير رقم تليفونه، اخباره اتقطعت تماما عن اهله ومحدش عارف عنه اي حاجه. عندنا كمان يا فندم ماجد عبد العليم. الولد ده من أسرة متوسطة، ساب بيت أهله بعد خناقة كبيرة جداً معاهم وراح اتجوز مطربة كده بتغني في كباريه اسمها ياسمينة. تحرياتنا بتقول إن في مشاكل كبيرة جداً بينهم في الوقت الحالي. في كمان دينا عزت والدتها ماتت من قريب جداً. بعد وفاة والدتها البنت بتعاني من مشكلة نفسية كبيرة جداً، وحالتها النفسية نقدر نقول إنها في دمار تام. في عندنا كمان يا فندم واحد اسمه طلعت مرسي. طلعت مرسي ده ابن واحد كهربائي وعايشين في أرض اللواء. الولد ده يا فندم ظهرت عليه أعراض الغنى الفاحش في الفترة الأخيرة، بقى معاه فلوس كتير جدا، عنده عربية، وتأكدنا إنه بيتعاطى المخدرات زيه زي كل المجموعة اللي معاه. آخر واحد في الشلة دي يا فندم اسمه لؤي محسن، وده حدوتة كبيرة قوي يا فندم. أبوه صاحب الباخرة اللي غرقت قريب، وبعد المشكلة دي حصلت لهم مشاكل مادية كبيرة جدا جدا، وعلى أثرها باعوا الفيلا اللي كانوا عايشين فيها، وهي هي نفس الفيلا يا فندم اللي كان عايش فيها الداعية الإسلامي واللي اتسرقت مؤخرا يا فندم. يعني عارف مداخل ومخارج الفيلا كويس؟ بالظبط كده يا فندم. طيب وصلت للدليل؟ الحقيقة يا فندم أنا لحد دلوقتي لسه ما وصلتش للدليل، لكن حاطط المجموعة دي تحت المراقبة المكثفة، لكن مش عايز أعمل أي خطوة أزيد من كده علشان ما ياخدوش بالهم. طيب خليك وراهم، وعايز تقارير أول بأول. مفهوم؟ الباشا بنفسه هنا؟ بجد انا مش مصدقه نفسي. اهلا يا باشا. اهلا يا ياسمين، منور بيتي النهارده. لا 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 لا، انا زعلان منك خالص. انا؟ هو انا اقدر ازعلك؟ انا عملت ايه؟ حكايتك مع ماجد واخده شكل كده مش زي اللي انا رسمتهولك. وقعت في حبه ولا ايه؟ انا فعلا حبيته. ازاي ده حصل؟ فاهميني؟ انا حبيت في ماجد حبه ليا وخوفه عليا. ماجد يا باشا ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا علشان يحميني. في الاول والاخر الواد ده بايظ. الا انت عرفتي موضوع البودره ولا لا؟ للاسف عرفت.
بس انا هحاول ان انا ما تحاوليش. الواد ده لازم يضيع. على فكره يا ريت بلاش الحنيه الزايده دي، الواد ده ما يستاهلش. بس يا باشا انت مش حاسس اللي انا عايزه؟ انا حاسس وعارف كل حاجه، وانا كلامي اوامر تتنفذ وبس. اوامرك يا باشا. ويا ريت بقى تفوقي لنفسك شويه وتسيبك من الواد ده خالص، ويا ريت كمان بلاش حدوته الحب دي عشان بتضايقني شويه. وانا عايزك تعرفي كويس ان العالم ده عالم ما فيهوش عواطف، عالم فيه مصالح تخلص وبس. اوامرك يا باشا. صباح الفل يا بيه. اهلا 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 شبيه. اتفضل. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. ها ايه الاخبار؟ يا ترى حضرت لنا اذن المراقبه؟ ده مش هياخد ثواني ان شاء الله. بس غريبه اللي انت جايب نفسك يعني عشان تستلم. يا بيه ما انت عارف انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. اربع اولاد وبنت. ايوه هم دول المشتبه فيهم. ايه يا هبي في حاجه ولا ايه؟ لا لا ابدا ما فيش حاجه خالص. غريبه شايفك متاخد كده اول ما شفت الصور اللي في الملف. لا ابدا اصل حضرتك عارف يعني ضغط الشغل كده بيسبب ارهاق شويه يعني. كان الله في العون. اذن المراقبه هو وادي الملف بتاع القضيه. ربنا يوفقك ان شاء الله. شاكر جدا جدا. مبسوط ان انا شفتك. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. ايه الاخبار يا دين؟ الحمد لله كله تمام ماشي الحال. يعني عامله ايه في الجامعه؟ ماشي الحال بس لسه يعني الدراسه ما شدتش زي ما انت شايف اهو. ناويه تنجحي السنه دي ولا ايه؟ فلا الله ولا فالك انا بتاعت الكلام ده برضو اكيد هكوع زي كل سنه يعني. ربنا يهديك يا دينا وتنجحي بقى عشان تتخرجي. وهتخرج اروح فين يعني؟ هاجي اقعد هنا جنبك على الكافتيريا. بقيتش اقعد على الكافتيريات خلاص. على الاقل يعني تدوري على شغل. اه ادور على شغل فعلا. اقول لي يا بوب هو انت كنت عاوزني في ايه؟ اكيد يعني مش جايبني عشان تسالني عامله ايه في الدراسه يعني. لا طبعا بصراحه انا كنت عايز اسالك سؤال تاني. خير قول. دينا انت بتروحي 6 اكتوبر كتير الشهرين اللي فاتوا. لا اشمعنى يعني انت بتروحي ولا ما بتروحيش؟ قلت لك ما بروحش. طيب تعرفي واحد صاحب كباريه في شارع الهرم اسمه سطوحي؟ وانا هعرف الاشكال دي منين بس؟ لا طبعا يعني. طب انت كنت فين يا دينا يوم 15 نوفمبر اللي فات؟ ايه يا ايهاب؟ هو تحقيق ولا ايه؟ انا مش فاهمه. مش تحقيق ولا حاجه. كنت مع الشله اياها مش كده؟ ايه؟ في ايه بس؟ دينا انتوا سرقتوا فعلا؟ ايه الكلام ده بس؟ طب اسمعي يا دينا. انا عشان خاطر العيش والملح اللي كان بيننا وبين بعض انت والشله انا بحذركم. اوعى تفتكروا لو انتوا عملتوا حاجه غلط مش هتتجابوا. لا يا دينا هتتجابوا ويبقى عقابكم شديد قوي. حذريهم يا دينا وخلي بالكم من نفسكم. يا دينا اهلا يا سهى. عن اذنكم عشان انا عندي ميعاد مهم. ليه؟ عن اذنكم. رايحه فين؟ ممكن اعرف بقى حضرتك لما انتوا شفتوني بطلتوا كلام ليه؟ وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي يشرح القلب كل واحد هيوصله حقه بالتمام والكمال. يا جماعه احنا لازم نتخلص من السرقه دي كلها قبل ما الحكومه تاخد خبر ونتحبس كلنا. ها مخك على قدك. حكومه ايه يا بني ادم؟ كان زمان. ايه يا ابني؟ انت ما فيش خالص؟ انت ناسي ان احنا متراقبين؟ كنا متراقبين. قلت لكم 100 مره ان موضوع الحكومه والمراقبه ده كان زمان وجبر. يا سلام لو الذهب ده يتحول لفلوس. قصدك حد يشتري يعني؟ لازم العمليه دي تتم بهداوه عشان ما نتشمش. وانا عندي الحل يا حلو. طب ما تقوله انجز واخلص. طب ماشي واحده واحده عليا. فتحوا اخوكم معايا. ها البص ممكن ياخد الحاجه دي وهيكيش بس على شرط
نعمل له ديسكاون. نعمل له اللي نعمله له، المهم يدينا فلوسنا كشف ايدينا. حلو قوي، يبقى انت تروح تتفق معاه وتظبط كل حاجه قبل ما نروح احنا بالحاجه. ماشي يا ستي، بس انا جعان جعان قوي. العيال بس تجيب الاكل ونقعد ناكل كده لقمه مع بعض. وهروح، بس اقول لكم على حاجه، الحاجه بتاعتي انا عددها وعارف عيارها ووزنها، لو قل حاجه هقل منكم. دهب محل كامل؟ وده يطلع كام كيلو ده؟ والله يا باشا انا ما وزنتوش، بس هو يجي له كده شنطتين كبار. طيب هاتوا بكره معاك يا عم طلعت، وانا هجيب خبير يتمنهم وهديك شيكك وانت قاعد. معلش يا باشا ما تاخذنيش، اصل انا معايا شركات ما بيحبوش موضوع الشيك ده، يحبوا الفلوس على بعضيها. خلاص يجي بس الخبير يشوفهم وهديك فلوسك كاش يا عم. ربنا يخليك لينا يا باشا، مش عارف من غيرك نعمل ايه. معلش يا باشا كان ليا طلب اخير. ايه ده؟ بس العيال صحابي مش مأمنيني، عايزين يجوا معايا يحضروا التسليم والتسلم. وماله؟ تخليهم يجوا؟ وماله؟ ايه؟ عشان هيعرفوني مش مشكلة، أنا أعرف عنهم. الراجل ده انا شفته قبل كده ولا بيتهيألي ولا ايه بالظبط؟ هو مش عارفه. ايه؟ ده اهم واحد بيشتغل في الاسمنت في مصر، ده غير انه من اكبر رجال الاعمال اللي في البلد. ماشي. معقول؟ معقول ده يبقى اكبر تاجر مخدرات في البلد؟ ازاي يعني؟ حرامي يا حرامي يا ولد ابوه. باشا هو الخبير قال لي معاليك ان الدهب تمام؟ ايوه وقدرناها بمبلغ كويس، والرجاله جايبين فلوس وجايين دلوقتي. تحب حضرتك تحاسبهم؟ يا باشا يا باشا ما توقعنيش في الغلط يا باشا، انا عايز ادور معاليك برضه. الفلوس اتقسمت على خمس شنط، كل واحد فيكم شنطه. دي تختفي، محدش يعرف عنها اي حاجه لا من قريب ولا من بعيد. طبعا انتوا دلوقتي شفتوني وعرفتوني، وانا كمان عارفكم كويس، يعني بقيتوا رجالتي في طوعي وتحت امري وتنفذوا اوامري. اي حد هيفكر كده ولا كده هو عارف ممكن يحصل له ايه. الفلوس قدامكم، تفتحوا الشنط وتشوفوها، بس يا ريت تخبوها في مكان امين.
أسرق يا رب طريقكم. مستغربين انا جمعتكم ليه النهارده؟ انتوا بشغلكم معايا ده هتتنغنغوا. الملف ده فيه صور ومعلومات وخريطه لمتحف صغير قوي في الجيزه، المتحف ده مش مهم خالص، انما فيه لوحه تقدر بملايين وموجوده في متحف حقير معلوش اي حراسه. ايوه بس الحوار ده يخصنا فيها غالي. انا بقى عايزكم تجيبوا لي اللوحه دي. ايه؟ عايزنا نسرق يعني؟ ومش اي سرقة، ده عايزنا نسرق متحف، يعني عايزنا نسرق الحكومة. الكلام ده على جثة انه يحصل، وانا مقول هيحصل يعني هيحصل، واحنا مش بهايم بتلف في ثانية. يا ابني انت يا ابني ما ينفعش تتكلم بالطريقة دي هنا. معلش يا باشا، اللي ما يعرفك يجهلك، وده يستقفي لسه جاي من الصعيد. ايه يا عم طلعت اللي انت بتقوله ده؟ احنا محدش بيدينا اوامر اصلا. وبعدين يكون في علمك احنا مش حرامية زي ما انت فاكر، احنا طلبة محترمين وولاد ناس، وولاد ناس قوي كمان. انتوا عارفين انتوا هتكسبوا كام من العملية دي؟ مليون جنيه. والله لو هناخد كنوز الدنيا ليه يمكن نسرق اثار بلدنا. بص يا كبير، لا محدش يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، مش كده ولا ايه؟ صح، وضع انكم نسيتوا نفسكم. على العموم انتوا لازم تعرفوا انتوا بتتكلموا مع مين وبتقولوا ايه. ولا ايه يا طلعت؟ طبعا يا باشا، طبعا طبعا يا باشا. يلا بينا يا شباب، ملناش مكان هنا. يا جدعان يا جدعان، انت سامعين بيقول كام؟ ده بيقول مليون جنيه. انا قلت ملناش مكان هنا يا الواد. وسع خالد تعالى. معلش يا باشا، حقك عليا يا باشا، هيكون عندك رد قريب جدا معاك. رايحين على فين؟
بص يا طلعت، احنا مش هنسرق، مش هنسرق يا ابني. ده عايزنا نسرق الحكومة. عارف يعني ايه نسرق الحكومة؟ يعني هنتحبس وش. يا غبي يا غبي، انت ما شفتش شكل الراجل عامل ازاي؟ ده هو ده الحكومة يا جماعة. احنا لما فكرنا نسرق كنا بنسرق الاغنياء عشان ندوا الفقراء، كنا بننتجهم من اللي سرقونا وسرقوا مال البلد. حلو قوي يا حبيبي اللغة دي. بص بقى، انا اللي اعرفه ان اللي يمشي في الحرام ما ينقيش، وبعدين دي لوحة يا جماعة. بص يا ابني، اللوحة دي مال عام بتاعت البلد، واحنا الشعب، يعني كده احنا بنسرق نفسينا، احنا بنسرق البلد، مش كده ولا ايه؟ بلد بلد ايه يا ابو بلد؟ وهي كانت عملت لنا ايه البلد؟ يا جماعة كل واحد مننا عارف مصلحته كويس، وانتوا عارفين اننا محتاجين فلوس دلوقتي حالا. دي لوحة. انسى طلعت، انا ماليش في العملية دي عشان تبقى فاهم. وبعدين الراجل ده انا اصلا مش قابله، بتعامل معانا يا اخي كاننا عبيد عنده، كاننا موظفين عنده، كاننا حد من رجالته. يا عم ده راجل مخبول يا عم. شفتي ايه ده يا جماعه؟ والله العظيم انا بعمل كده عشان احنا الخمسه. يا جدعان انتوا ما تعرفوش لو ما سرقناش اللوحه دي ممكن الراجل ده يعمل فينا ايه، وبعدين نسرقها وبعد كده نطلع نعمل عمره احنا الخمسه. انا مش لعب معاكم. شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. خدنا معاك الوقت. فاهم فاهم. الولاد اللي خرجوا من هنا عارف اماكن الفلوس اللي خدوها؟ ايوه. بص احنا راقبناهم لحظه خروجهم من هنا، ومحددين الاماكن اللي مخبيين فيها الفلوس. انا عايز الفلوس دي ترجع تاني. امرك يا بص. عايز الولاد دول يجوا راكعين علشان يطلبوا يشتغلوا معايا. لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا لؤي، اصحى يا حبيبي، التليفون بيرن. شبيرين. اصحى يا لولو بدل ما ارد انا. اصحى هرد على التليفون. اصحى يا حبيبي، ده تليفون البيت. الو يا مامي. لا يا حبيبتي، لا كنت نايم شوية. حاضر ماشي هاجي. خلاص يا مامي هاجي، هقوم ألم شوية هدوم كده وأجيلك. خلاص يا مامي جاي. باي. سلام. إيه العسل ده؟ إيه القمر ده؟ سكر يا إخواتي. عسل. لؤي اللي باي باي يا مامي. ايوه يا مامي جاي يا مامي حالا. انت رايح فين؟ اروح اقعد كام يوم كده عند مامي شويه. يا خيبتي على الراجل اللي مركون عليه. مالك يا بت فيه؟ يا لهوي. الله، انت ناوي تسيبني؟ اتركنتي، ما تعدلتي يا بعيده. مالك فيكي؟ اهدي شويه. انت حاسبني يا لؤي بعد ما تبت عن السكه الحرام خلاص؟ يا بنتي ما تخافيش، مش هتاخر عليكي، كلها يومين اظبط فيهم شويه قرشينات. ولا عجبك الكحرطه اللي احنا فيها دي؟ طب يا اخوي اما اشوف اخره اليومين دول ايه. رايح فين يا طلعت؟ انت ناسي ان احنا هنروح لاخويا طلبة الاسم؟ مش رايح. روحي له انت. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ رايح فين يا واد؟ رايح الشغل، رايح اجيب لك المام يا ست الحسن. وهتسيبني اروح له لوحدي؟ وانا ليه حد غيرك يا اخويا؟ والنبي تيجي معايا. يا زينة بقى يا زينة، وعهد الله يا زينة، أخوك يحب الحبس، عاشق الزنزانة يا زينة، كل أسبوع يتحبس مرتين وانتي دايرالي زي النحلة وراه. روحي بقى يا حلوة بعسلك لأخوكي، وسيبيني أنا أجري ولا أكل عيش. أوعي يا زينة، أوعي. روحي يا حبيبتي. يلا سلام. ماشي يا طارق. ماشي. لؤي. شيرة حبيبي. أي ازيك شيرة؟ حبيبي لؤي. مامي. واخيرا اخيرا جيت بيتك. بيتي؟ اه طبعا، البيت اللي فيه مامي يبقى بيتك. ايه يا اخي، واحنا ما وحشناكش بقى ولا ايه؟ وحشتيني يا عسل. انت يا سكر، انت يا طعم. يلا كفايه كده دلع، تعالى خد شاور وانا هاكلك حته اكله. انت اللي عاملاها يا ماما؟ اه طبعا. يبقى اكيد اومليت. ولد تعالى المكان هنا امان. اللي انت بتعمليه ده؟ انت عايزه تضيعي نفسك في ايه يا خالد؟ لو هضيع عشان بلدي مش مهم اضيع. تقوم تقوم الطلبه انهم يخربوا البلد ويعملوا مظاهرات.
خير يا خالد؟ انت مش شايف اللي بيحصل في البلد؟ مش عارف عن حد اسمه خالد سعيد وميت واحد زي خالد سعيد؟ البلد مليانه قمع ومليانه حاجات تودي في داهيه. احنا لازم نتغير، والتغيير ده مش هيجي الا بايدينا. وطي صوت علي النعمه، كلامك بيعجبني بس مش واقعي. يعني احنا لا نغير الفساد بالمظاهرات والصوت العالي؟ يا خالد احنا في ايدينا نغير، ولازم نغير. البلد دي ممكن تبقى احسن بلد في الدنيا، ومش بس بالصوت العالي. انا خايف عليكي بس، وخايف على البلد. طالبة زينة من النبي استنى، يا ربنا ينصرك. عامل ايه بس شوي؟ الحمد لله. انت اللي عامل ايه؟ انا زفت زفت الزفت يا زينة. ان شاء الله عدوينك يا اخويا، ما تقولش كده. انا شكلي هلبس اسود المرة دي يا زينة. هتخرج منها بعون الله زي كل مرة. اخرج منها ازاي؟ انا شكلي اتباعت، واللي باعني مين؟ البيج بوتس ده شكله هو اللي بيوزع عليا يا زينة. انا اتأكدت من الحكاية دي بجد وربنا؟ اه بس وحياة ديني ما حسيبه، وما حسيب اي حد اتأمر عليا. اسمعي، الواد طلعت فين؟ ما جاش ليه؟ الله يسهل له بقى. ماشي ماشي يا طلعت، خلي بالك من نفسك انت بس. خلي بالك من نفسك انت يا زينة. انا هشد لك محامي يا طالبة، وهاجي لك على النيابة. ما تقلقش انا في ظهرك طالبة، هاجي لك على النيابة يا طالبة. ما تقلقش، زين اختك في ظهرك. ايوه يا ام، عامل ايه دلوقتي؟ كنت محتاج اسمع صوتك يا ام، وحشتيني. بتقولي ايه؟ عرفت مين اللي جت لابوي؟ عمي، انت متاكده من الكلام ده؟ خد مطرح في مجلس الشعب عشان كده قتل. انا هقتله يا امه، انا جاي لك دلوقتي. سلام. فين الطبنجه؟ طبنجه ايه بس يا خالد؟ هتعمل ايه يا عطون؟ هاخد طربوي، اغسل عارك. ما تضيعش نفسك، ابوس ايدك. انا ضيع خالك. طب خدني معاك عشان خاطري، عشان خاطري. لو كنت غالي عندك سيبيني اروح لحالي. خليك هنا. غالي عندي؟ غالي عندنا يا خالد؟ يا خالد! على السلامة يا صاحبي، جيت ميت. خالد، تنوع ليه؟ اكسر الشر يا خالد. بعد عني يا فتحي. خالد بيه، الحمد لله على السلامة. الحمد لله انك انت عجلت وجاي تاخد بطار ابوك. طول عمرك نبيه يا عمي، انا جاي دلوك عشان اخد بطار ابوك. واللي قتل ابوك وراك اهو، خد بطارك منه وامسح العار، وساعتها هتبقى والد مجاهد صح، ونعرف نرفع راسنا وسط الخلق. اقتله، مستني ايه؟ خد بطارك وامحي بنار الكل. اقتل يا خالد. تعمل ايه يا صاحبي؟ تعمل ايه يا خالد؟ بس يا عمي، مش فتحي ولا ابوه اللي قتل ابوي. اللي قتل ابويا انا خابره. جاي لك ولد زين حفا ولا طول.
من ميلة الزمان معطول جايلك وولد زين جايلك ولد زين يا غب خايف في لف العمامة أمانة عليك يا قبر ما تحاسبه غير يوم القيامة أخذ طاري ما تخافش يا ولد أبوك حيتلقاك في أحضانه. ألو أيوة مين معايا؟ مش ده تليفون خالد؟ أنا دينا زميلته. أنتي أخته أهلا وسهلا. أمال خالد فين؟ إيه؟ أنتي بتقولي إيه؟ هتقتل؟ في إيه يا دينا مالك؟ في إيه يا أختي؟ في إيه يا دينا مالك انطقي؟ هو مين مين مين؟ مين اللي اتقتل؟ خالد اتقتل. لا 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 يا جماعة لا خالد ما ماتش استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب يا جدعان بس ده خالد كان معانا امبارح لا 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 خالد ما ماتش يا جماعة لا خالد ما ماتش ليه؟ ليه بيحصل معانا كده ليه؟ بس هاتي بالله يا حبيبتي ليه؟ احنا اكيد ربنا غضبان علينا اكيد ربنا غضبان علينا صلي على النبي يا اختي صلي على النبي ليه؟ ليه بتحصل معانا البلاوي دي كلها ليه؟ ليه كل اللي بحبهم بيروحوا مني ليه؟ 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 الدنيا عايزه مننا ايه؟ كفايه شحطوطه بقى كفايه بتلعب بينا ليه؟ ليه اللي بحبهم بيروحوا ليه كل حاجة حلوة بحس إنها مش حلوة ليه كل الناس راضية وسعيدة إلا أنا اتكتب عليا العذاب والشقا حتى خالد الراجل الوحيد اللي أنا حبيته مات من غير ما يعرف إني بحبه ده أنا ما حبيتش راجل غيره في حياتي مين معايا؟ أنا دينا دينا انتي فين يا حبيبتي وبتتكلمي منين؟ خالد مات يا سوا مات مات؟ أيوه تقتل في الصيد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله انتي عاملة إيه؟ انتي كويسة؟ طمنيني عليك لا أنا مش كويسة مش كويسة بس هبقى كويسة كمان شوية دينا انتي صوتك مش مريحني ما انا هريح نفسي وهريح الناس كلها مني دينا انتي فين؟ دينا انا كنت عارفة انك بتحبي خالد بس هو للأسف ما كانش حاسس بده وصدقيني يا حبيبتي ده في الأول وفي الآخر كل شيء اسمه نصيب انتي عارفة زهرة كانت مشكلتي ايه في الدنيا دي ان انا كنت عايزة اعيش عيشة بسيطة زي كل البنات بس ما عرفتش حاولت ابقى حرامية ونادلة برضو ما عرفتش عارفة ليه لان صعب قوي واحد يبقى شريف ونادل في نفس الوقت انتي بنت كويسة ما تقوليش على نفسك كده كويسة ايه بس ده انا سرقت وعملت بلاوي ده انا فيا العبر انا ما عرفتش اعيش بشرف عشان كده الحل اني على الاقل اقدر اموت بشرف انتي اتجننتي دينا انتي بتفكري في ايه شوفي يا سهى
أنا كتبت رسالة وهتلاقيها مع زمايلنا لما يبقوا يلاقوني. طب ممكن أعرف أنت فين؟ واشمعنى أنا اللي بتطلبيني وتقولي لي حاجة زي كده؟ ليه بتحمليني ذنبك؟ عشان أنت طول عمرك كنت بتقولي لي إنك زي أمي، وأنا بعد أمي ما ماتت خلاص الدنيا ملهاش طعم ولا لازمة، ملهاش أي معنى يا سهى. مين علشان خاطري اللي انت بتقوليه ده كمان؟ انت عارفة عايزة تعملي ايه؟ انت عايزة تموتي كفر. أنا طول عمري باخد قراري بنفسي، حتى قرار موتي. عارفة يا سهى، أنا نفسي أروح للناس اللي بحبهم، وجود خالد في حياتي هو اللي صبرني على موت أمي، بس دلوقتي خلاص كل حاجة ملهاش طعم، ومفيش حاجة هتصبرني على فراقه. مفيش مفيش. هربها طفي سكة نجاتها نجاتها يا روح انت يا عيدي عيدي من ألمها ومن أهدها العمر بدون حبيب خلى الدنيا انتشي ليلي العمر الرغيب ساكن صوتها وسكتها وحشتيني يا ماما. أحبك أحبك يا خالد. أحبك سكة نجاتها. يجي على هنا يجي على هنا يهبب ايه؟ يجي على هنا يجي علشان يبلطج عليا، اكيد هيجي ياخد مني فلوس. بس ايه ما تلاقيش يا حبيبتي، ما تلاقيش وحده، انا معاكي انا هعرف احميكي، لو جه هنا انا هقطعه. انا خايفه اعمل حسابك انه اكيد هيجي على هنا، انا عارفاه، انا عارفه ماجد. حبيبتي ارجوكي اهدي اهدي ما تلاقيش، سيبيني انا هعرف اتعامل معاك كويس. حبيبي انا عندي حل عشان نخلص منه. ايه هو الحل ده؟ ندخله مصحة لعلاج الإدمان وندفع فلوس عشان ما يخرجش منها إلا لما مراته توافق، وأنا طبعاً مش هوافق. بس أنت مش مراته، أنت مرات أنا. يا سيدي نضرب ورقتين عرف كده أي كلام وأنا هقول إن أنا مراته. بس كده كده تزوير لخبطة بصراحة، أنا مش فاهمها ياسمين.
هي الحكومة أصلاً موجودة في البلد؟ هو في حكومة علشان تفروا كل اللي بيحصل؟ يا راجل كبر دماغك وسيب لنا الموضوع ده بقى، هظبطه لك كويس. اوكي ماشي، بس انا كده لازم اجيب السلاح بتاعي، ولازم كمان اكلم مجموعه من صحابي عشان نعرف نجهزه كويس. بس بكره وبدري، احسن يجي وانت مش موجود وتبقى مصيبه. شيك اصرفه منين اليومين دول يا مدام؟ معيش فلوس تقضي. خلاص خلاص هبعت لك حد بالمبلغ. اوعى اوعى. ايه ده؟ انا هنا جبتيني هنا؟ جبتيني هنا يا سمير؟ هدمرك. اوعى اوعى يا سمير. شباب ركز يا معلم. ولا زكريا ولا انا عايز افهم، هم السجن اللي احنا فيه ده ما فيهوش ممكن انا اهرب منها مخرج؟ في في ابو سيدا كل فين؟ الريسبشن بيبقى فيه شباك مفتوح بيطلع الجنينة ومنه على السور. يعني عشان نروح له برضه لازم نخرج من ام الباب ده مش كده؟ الباب ده ما بيفتحش غير 4 مرات وبس، للاكل والكشف. انا عايز افهم يعني انت كل المده دي يعني انا ما حاولتش تهرب؟ اهرب شبراوي التمرجي ممكن ياكل دراعك او فرده من ودانك لو حاولت تهرب. هو مين يا مش على شرف؟ كان لازم اجيب شفته. ولا ايه عايز تهرب من هنا؟ ايوه. طب ركز بقى، ركز معايا، خليك في ظهري. ها مش على السكه اللي همشيها. مش على السكه يا ماشي. وانت في حزفت انت وهو. بقول لك يا فين بس عايز يا زفت؟ في حاجه في السرير. يلا يلا دمرني. شبراوي 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 يا ولد يا شبراوي. هو عليك يا شبراوي شبراوي. شرفتي يا حلوة حليب قلبي، عمرك ما تخيلتي طبعا ان احنا الاثنين نيجي مع بعض بعد بعض. عايزين مني ايه؟ عايزين نشكرك انك ساعدتينا نتعالج من الادمان يا حلوة. اوعى تسيبني انت وهو، هصوت عليك على كل الناس. صوتي صوتي يا اختي، ما واخدين على صوتك حقك، وحقي كمان ان انا اخد حقي منك. انت لازم تموت يا ياسمين. يا زكريا والله هو اللي دخلك المسرح، اما جيت هو اللي دخلك. امسكها. مش وعدتك اني هرجعلك تاني يا ياسمين؟ هو اللي دخلك. وسير الحيط. هو اللي دخلك المسرح. كل حاجه سبتها زي ما هي. اصيله اصيله انا بحبك، انت عارف انت اللي بحبك. هشربك من نفس الكاس اللي شربتهولنا. شمي 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 ياسمينة بقت شمامة. يخرب بيتك انت عاملة منها. بس تفتكر بقت بيسة مدمنة يعني، ولا قطع خدها واحدة شلموها وخلص؟ مش محتاجة، الضرب اللي ضربناه لها يساوي اللي عملته فينا 20 مرة، كفاية كده. عندك حق يا صاحبي. صح صح. طيب يلا استنى،
آسف، آسف اللي عملته فيك. كنت لسه أحضر مش فاهم حاجة. وقالوها زي ما تعمل هيتعمل فيك. متزعلش. سامحني. عشت عشت. تروح على فين؟ أنا؟ رايح أجيب الدب من ديلو بس على الله يكله. أنا مش فاهم حاجة يا دجاجة. خلي بالك على نفسك. فوق فوق زي ما هم غلط احنا كمان غلط. فوق 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 لنفسك. ها خلي بالك على نفسك. اثبت مكانك. يلا اثبت مكانك. انا جاي. سكوت. جاي جاي. لؤي ازيك يا لؤي؟ الله عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هتكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ سرقيني يا سوسو. انا اسرقك؟ هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك قلت اشيلهم لك ومسيرك ان شاء الله تطلع. هتلاقيه في الحفظ والصون. اطلع مش باين لها القضيه. لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي انا غيرت من حياتي كلها عشانك. حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش. حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك. عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي؟ انت تاني. هيحصل هيحصل يا سوسو. اما بيه بس ادعيلي انت. يلا يا عم. هتخرج هتخرج ان شاء الله. هستناك هستناك يا لؤي هستناك. بعد الاطلاع على الاوراق وما تم من تحقيقات في الجنايات الواردة برقم 45 جنايات الهرم، وبعد الاطلاع يتم محاسبة كل من لؤي محسن محمد وماجد عبد العليم حسن وطلعت موسى السيد بالسجن 5 سنوات. رفعت الجزمة. معلش.